صباح الهنا وصباح الرزق على حضراتكم جميعا، ويعني بدايه اليوم، واكيد هيكون معنا النهارده فقرات واخبار مختلفه زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. بونجور. بونجور جدا، صباح الفل عليكي وصباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد يا رب يكون يوم سعيد وجميل علينا كلنا باذن الرحمن، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح اكيد هنتكلم مع حضراتكم من خلالها عن الرياضات المختلفه، ولن يخلو الحديث طبعا عن الكلام عن الماتش اللي جاي اللي كلنا قاعدين متربصين ومتحفزين ومستنين نشوف ونجد ما يسرنا باذن الرحمن. بالمناسبه في الساعه الثانيه من حلقتنا النهارده هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هنتكلم فيها عن استعدادات مصر لاستضافه بطوله افريقيا للبوتشا المؤهله للبارالمبياد ان شاء الله، وده الفقره دي هينورنا فيها دكتور محمد بيومي المدير الفني لمنتخب مصر للبوتشا، وكمان هتنورنا صفاء طه وهي بطله مصر في البوتشا، وهي بالمناسبه الى جانب كونها رياضيه هي كمان رسامه وطالبه اعلام. الفقره الثانيه هينورنا فيها الاستاذ محمد مصطفى الناقد الرياضي، ودي الفقره اللي هنتكلم فيها بقى باستفاضه عن توقعات اللقاء ان شاء الله القادم، لقاء الاياب بين الاهلي والوداد المغربي في النهائي ان شاء الله. بص قبل اي حاجه بقى تعالى، لان احنا معانا اخبار كتير حلوه النهارده، وزي ما بيتقال الاهلي دايما بيفرحك، سواء انت بتتكلم يعني عن فترات كمان بعيده او قريبه هتلاقي في انتصار، هتلاقي في بطوله في رياضه ما، هو ده الاهلي دايما. واحنا النهارده بنتكلم ان احنا عايشين بطولات مختلفة وانتصارات مختلفة على مدار مواسم كتيرة جدا، بس تحديدا الموسم ده كريم مختلف. امبارح تحديدا كمان توج الفريق الأول للرجال والسيدات في النادي الأهلي بلقبي الدوري المصري. يعني انت مش تاخد بطولة واحدة لمثلا رجال للسيدات، لا ما شاء الله الاثنين بعد الفوز بالدورة المجمعة الثانية. ولاحظوا كمان ان يعني رجال وسيدات الاهلي لو احنا هنتكلم قدروا ان هم كمان يفوزوا في جميع لقاءات الموسم، مش كده؟ انا كنت بقول موسم مختلف، موسم استثنائي، وما حصلش كريم خساره واحده الحمد لله حتى هذه اللحظه، وده يدل على انجاز طويل وشغل كبير جدا بيتم ومجهود رائع بيبذل وخطط بتوضع بشكل احترافي. خليني كمان اقول لحضراتكم بالانتصار ده بيكون النادي الاهلي جمع كل بطولات الدوري لكل العاب الصالات. لما يتقال ملوك الصالات عن استحقاق بقى، مش طالعين ندي لنفسنا ألقاب، ملوك الصلاة يعني إيه؟ بنفوز في كل الألعاب الحمد لله، وتحديدا هذا الموسم وتحديدا السلة واليد وتنس الطاولة باستثناء يعني كرة الطايرة اللي راح لقبها لنادي الزمالك. تاني هنقول ده موسم استثنائي 100% لألعاب الصالات في النادي الأهلي الحمد لله، وطفرة غير مسبوقة تحت قيادة الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ولازم الواحد يدي لكل شخص مجتهد حقه. كابتن خالد العوضي من الناس اللي بجد بجد فرقت بشكل كبير جدا، وجودها في النادي الاهلي اضاف كتير جدا للنادي الاهلي صحيح. واكيد كمان في السي في بتاع كابتن خالد اكيد في اضافه كبيره ان هو اشتغل ونجح مع النادي الاهلي، فهي وين وين سيتويشن في الاول وفي الاخر. بجد شكرا لكل المجهود اللي بيبذل، شكرا ان انتوا فرحتونا، شكرا ان احنا ملوك الصالات عن استحقاق وعن ارقام وعن تاريخ ومزيد من التالق كمان ان شاء الله في الفتره اللي جايه. ان شاء الله احنا ما فيش مره كنا مستضيفين فيها حد في اي فقره من فقراتنا الحواريه وكنا بنتكلم فيها حتى عن رياضات مختلفه، حتى طبعا بطبيعه الحال بعيدا عن كره القدم. الكل الحقيقه كان بيجمع على ان وجود الكابتن خالد العوضي عامل فرق كبير جدا، وهو شخصيا عامل شغل كبير جدا، وناس كتير اجمعت انه الراجل ده يكاد يكون ما بيروحش بيتهم من كتر ما هو قاعد يعني واهب وقته وذهنه ومجهوده بالكامل لاعلاء شان النادي الاهلي اكتر واكتر، وهو ناجح جدا في هذا الاطار. كل التحيه ليه طبعا. والحقيقه العاب الصالات بشكل عام بتشهد طفره استثنائيه ملحوظه، وكمان قطاع الناشئين، وعلى فكره البطوله اللي كانت نهاوند بتكلم حضراتكم عليها في البطوله دي تحديدا في تنس الطاوله اللي بالمناسبه انتهت بحسم لقب بطوله الدوري، ويعني كان وضعها استثنائي، كل اللعيبه قدموا مستوى اكتر من ممتاز رغم ان اغلبهم خاض منافسات صعبه جدا قدام لعيبه متميزه، لكن استطاعوا ان هم يتفوقوا عليهم في النهايه وحصدنا اللقب. عايزين برضو نتكلم شويه عن البطوله وبصفه خاصه ماتش لاعبنا عمر عصر اللي فاز فيه على احمد نديم لاعب امبي بنتيجه 3-0، وطبعا بعدها توالت المباريات اللي قدم فيها مستوى متميز يعني للغايه. على صعيد السيدات كمان لازم نشيد باداء دينا مشرف وهنا جوده، والحقيقه كل لعيبه النادي الاهلي ليهم كل التقدير وكل الشكر لجهاز تنس الطاوله في النادي الاهلي، والحقيقه انه لولا الجهاز الفني والاداري ولولا دعم مجلس اداره النادي ما كناش هنحقق كل هذه الانجازات والانتصارات والبطولات. وكمان لاحظوا هنا ان جماهير النادي الاهلي مش بس حاضره بقوه في مباريات كره القدم، دول كمان بيشجعوا وبيدعموا مختلف الالعاب الرياضيه اللي النادي الاهلي بيشارك فيها. كل الشكر والتحيه والتقدير لجماهير النادي الاهلي ولدعمهم الدائم وكونهم سند
طول عمرهم في ظهر كل لعيبه النادي الاهلي على مستوى كل الفرق. يعني ربنا يديم المحبه دي يا رب ان شاء الله. خليني كمان اقول لك، لان دي عاده كابتن محمود الخطيب، يعني طبعا هو بيحب جدا ان هو يكون متواجد وان هو يهني طبعا كل اللعيبه بعد اي فوز. هو فعلا كان يعني قام بتهنئه الفريق بعد الفوز يعني بالدوري، وعايزه اقول لكم كمان اشاد بالجهود الكبيره جدا اللي بذلوها والاداره الناجحه، وهي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. انت لما بيكون عندك منظومه ناجحه واداره ناجحه ما تتوقعش هيبقى عندك نتائج مش كبيره او مش نتائج كويسة. مستحيل يعني 1 plus 1 equals 2 زي ما بيتقال. لو الخلطة يا كريم تمام أو سليمة ماشية بشكل احترافي هتلاقي النتيجة بتاعتها حلوة زي الأكلة. الأكلة الإنجريدينتس بتاعها كويس اتعملت حلوة هتلاقي أكلة حلوة في الآخر. ده مثال أهو بسيط يعني. كان في مشاكل، عدم استقرار، عدم إدارة جيدة، طبعا النتائج هتبقى غير جيدة تماما. وده مش عندنا في النادي الأهلي. أنت عندك سيستم وعندك منظومة وعندك كيان محترم جدا، عارف هو بيعمل إيه كويس جدا، وبالتالي بيترجم في الالعاب وفي الميداليات وفي كمان البطولات. خلينا نتابع كابتن محمود الخطيب قال ايه تحديدا ونرجع نكمل. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا بطوله الدوري. بالنسبه للرجال دي المره ال 14 على التوالي، يعني بنحتفظ باللقب لمده 14 سنه على التوالي الحمد لله. السيدات يمكن فلتت مننا سنه في الفتره اللي فاتت، انما برضو رقم كبير قوي للسيدات الحمد لله. طبعا ده اكيد بعد مجهود كبير قمنا بيه، وطبعا مجهود قام بيه اللعيبه والمدربين في الفرقه، وطبعا وقوف مجلس الاداره وكابتن خالد العوضي في ظهرنا دايما في كل البطولات، هو ده اللي بيدعمنا وبيخلينا نعمل نتائج الحمد لله كويسه. يمكن الاهلي بياكد تصدره، يمكن هو كان تصدر ايضا في الدوره المجمعه الاولى لما فاز بالبطولة في الرجال وفي السيدات. النهاردة بيأكد برضو بفوزه في الرجال وفي السيدات. يمكن كمان حتى المنافسة كانت قوية ما بين الأندية اللي معاه. في الرجال الأهلي طبعا الأول، وزي ما شايفين النهاردة الثاني إنبي، والثالث الزمالك، والرابع الحوار الدهلية. لو في السيدات الأول برضو الأهلي، الثاني بتروجيت الصاعد والبقوة، والثالث الزمالك، والرابع جزيرة الورد. هتلاقي كل الأندية دي قوية، وفي أندية جايبة محترفين. ده ظهر في البطولة بالمستويات العالية. احنا كده بنطمن على منتخباتنا القومية. الحمد لله هو الدوري كان السنة دي أصعب، هو كل سنة بيصعب، السنة دي كان صعب جدا لأن دخل في المنافسة فرقة بتروجيت، واللي هم في الآخر أخذوا تاني الدوري. فبقى عندنا بدل ما كان ماتش الزمالك بس ماتش جامد بقى فيه جزيرة الورد، وكمان السنة دي زاد عليهم بتروجيت. غير أصلا إن مستوى اللعيبة عامة أوفر أول اتحسن جدا. في ماتش الإسماعيلي كان كويس، سد المنصورة كانوا كويسين، العبور كانوا كويسين، كلهم بصراحة كويسين. فالماتشات السنة دي كانت أجمد بكتير من السنين اللي فاتت. بس الحمد لله احنا فرقتنا كنا جامدين، يعني عاملين فرقة كويسة وكنا مستعدين الحمد لله، يعني ربنا كرم. الحمد لله طبعا أكيد مبسوطة جدا جدا بالمكسب النهاردة، ومبسوطة ان انا بمثل النادي الاهلي السنة دي، ويعني شرف كبير دايما ليا ان انا اكون موجودة في النادي وبلعب ليه. وطبعا الحمد لله اكيد مبسوطة ان احنا كسبنا الدوري، وكسبنا كمان ماتش النهاردة كان ماتش صعب زي ما انت بتقولي. فالمكسب طبعا بيبقى احلى كمان لما يبقى الماتش يعني صعب شوية. فالحمد لله الحمد لله ان احنا توجنا بالدوري. طبعا مبسوطين جدا، يعني طبعا التمارين كانت مكثفة، والحمد لله يعني تعبنا جاب فايدة وقدرنا نفوز بكل الماتشات، والحمد لله توجنا بالدوري. كانت يعني بطولة مش سهلة جدا، مش سهلة خالص، عشان كان في لعيبة كتير قوي اصلا كانوا في الاهلي راحوا بره الاهلي السنة دي. فكانت بطولة مش سهلة جدا، بس كان معانا الحمد لله لعيبة كتير جامدة، والفريق كله جاهز ان شاء الله يبقى يلعب، فالواحد كان بيبقى مرتاح وهو بيلعب. اول حاجة الحمد لله البطولة احنا كنا حاسمينها من قبل الماتش ده. الموسم كان صعب وموسم كان طويل، والحمد لله ربنا وفقنا وما خسرناش ولا ماتش، والحمد لله ربنا يعني كل التعب الفريق كله بنجاح الحمد لله. كلنا مبسوطين جدا، مش يعني مش انا بس، كل الفرقه مبسوطه ان احنا قدرنا نكسب بطوله الدوري السنه دي، والحمد لله احنا محافظين عليها بقى لنا سنين كتير يعني. وانا سعيد جدا بمستواي في البطوله، يعني قدرت ان انا العب الماتشات المهمه واكسب فيها كلها الحمد لله. وزمايلي اللي لعبوا معايا برضو عمر عصر ومحمد الباري كلنا لعبنا بشكل كويس جدا. الفريق كله كان يعني في اعلى فورمه وكان اعلى تركيز النهارده والدوره اللي فاتت كمان. برضو عايز اقول ان المره دي الفرق التانيه جايبه محترفين كتير، فاحنا النادي الاهلي يعتبر النادي
الوحيد من غير محترف، فدي حاجه كبيره قوي ان احنا نحسم الدوري كل باولاد النادي الاهلي، فدي حاجه كبيره واحنا كلنا فخورين ان احنا بنمثل النادي، فالحمد لله جدا، وان شاء الله نتطلع اللي يعني اللي يبقى فيه بطولات اكبر ان شاء الله مع النادي الاهلي. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني كل بطوله احنا ربنا بيكرمنا بنكسبها اكيد بنبقى فرحانين جدا، ويعني يمكن في كل مدى البطوله بتصعب لان بقى في انديه بتجيب محترفين، والسنه دي يمكن دور الثمانيه كله تقريبا يمكن فرقه واحده بس اللي هي ما فيهاش محترفين، الباقي فيه ابطال عرب جايين، وفي كان في واحد من فرنسا مع فرقه امبي، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وكسبنا كل الماتشات. برضه حابين نعرف حضراتكم ان اجتمع معالي الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بعدد من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره المصري عشان يطمن على الترتيبات وتجهيزات المنتخب الاول وكمان المنتخب الاولمبي قبل ما يسافروا ان شاء الله بالسلامه للمغرب، وطبعا كمان اتكلموا عن استعدادات المنتخب الاول لخوض مباراته مع منتخب غينيا ضمن تصفيات المؤهله الى كاس الامم الافريقيه بكوت ديفوار، وكمان استعدادات المنتخب الاولمبي للمشاركه في بطوله امم افريقيا المؤهله الى اولمبياد باريس 2024. اكد ان الوزاره بتعمل على التواصل الدائم والمستمر مع مختلف الجهات المعنيه في مصر او المغرب عشان يعني يذللوا اي عقبات او صعوبات ممكن تكون بتواجه منتخباتنا الوطنيه سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، وطبعا ده شيء جميل جدا واكيد بنتمنى كل التوفيق لكل المنتخبات المصريه الوطنيه اللي هتشارك وتمثل البلد ان شاء الله في منافسات مختلفه، كل التوفيق ليهم باذن الله. نتمنى ان هم يمثلوا مصر طبعا بشكل جيد، ولكن مش بس تمثيل، يعني احنا محتاجين نتائج يا كريم، محتاجين كمان يكون في على زي ما بتقال ارض الواقع كده انتصارات، لان احنا بصراحه الفتره اللي فاتت ما كانش عندنا اي انتصارات، صح ولا غلط؟ وتعقدنا من جمله او عباره تمثيل مشرف. انا من ساعه ما اتولدت بسمع الكلمه دي، والله كنا دايما الاخبار عايزين نعدي بقى نعدي المرحله دي، كبرنا بقى عايزين نسمع حاجه مختلفه. لا بجد يعني اصل انت لما تيجي تبص للمنظومه هتلاقي ان انت عندك حاجات كتيره، مش عايز اخش في التفاصيل، بس عندك كوادر كتيره وعندك طبعاً نقاط كتيره ممكن في الاخر تحقق لك نجاح كويس على فكره، لكن ده مش محقق على الارض، وده اللي بيزعل، ده اللي بيزعل فعلا. انت عندك جماهير بالملايين بجد، فالجماهير اللي بالملايين دي محتاجه ان هي تفرح، محتاجه تشوف المنتخبات بتاعتها على كل المستويات يعني بتحقق حاجات مرضية إلى حد ما، نتائج مرضية. اللي بيحصل حتى هذه اللحظة ليست نتائج مرضية، خلينا نتكلم بمنتهى الشفافية، معلش، ولا مرضية ولا تتماشى مع فترات زمنية سابقة كان فيها منتخب مصر حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. طبعا طبعا خلينا نروح بقى لحاجة تانية بس حاجة تفرح جدا. منتخب مصر بس للرماية اللي حقق 9 ميداليات لغاية دلوقتي من مشاركته الناجحة في بطولة أوروبا، اتكلمنا عنها لو كريم قبل كده، المفتوحة للرماية على الأطباق المروحية، أقيمت في إيطاليا من خلال الفترة من 1 ل 4 يونيو، كان فيها مشاركة أو مشاركة يعني 12 دولة. ده بقى اللي هيتقال عليه تمثيل مشرف، بس تمثيل مشرف مع نتيجة مشرفة بجد، لأن أنت بتني الفكرة القديمة اللي لسه أنا وكريم نتكلم عنها، أنك مجرد بتحضر وبتمثل مصر أو بتمثل بلدك وخلاص. لا، احنا بنتكلم هنا بقى بطولات يعني ميداليات، مراكز متقدمة، مش بس ان انت تروح وترجع لنا كده ايدك فاضية ونقول الحمد لله ان احنا كنا موجودين. الكلام ده قديم ومش هيتحقق تاني، ومش هنبقى راضيين عنه تاني لو فضل معانا. فاحنا هنقول هنا شكرا لاتحاد الرماية بجد، ان هو واحد من الاتحادات الرياضية اللي بتقوم بدورها بشكل سليم. في اتحادات بتشتغل يا جماعة، وفي اتحادات ما بتشتغلش، خلينا نكون صراحة، مش هنطلع نجامل حد ولا هنطلع ننتقد، بس هنطلع نتكلم بشفافيه. في اتحادات تستحق فعلا ان انت تطلع وتشيد بيها، وفي اتحادات لازم تقول ان انتوا لازم تتغيروا ولازم تحطوا سيستم ونظام مختلف، لان نتائجكم ليست مرضيه، ليست جيده. لكن اتحاد الرمايه من الاتحادات الجيده جدا، في تألق لازم نشيد بيهم. ولما نتكلم عن نجاح هتلاقي فاز هناك تحديدا فريق يعني الكبار بالبرونزيه، وحقق فريق الناشئين الفضيه، فانت على الصعيدين يا كريم محقق نجاحات، وفاز كمان فريق الرجال بالميداليه الفضيه. وعايز اقول لكم ان المشاركه دي يعني كمان بانتظام، او المشاركه بانتظام في بطولات زي كده وتحديدا البطولات الاوروبيه، بيساهم بشكل كبير جدا في رفع مستوى الرمال المصريين طبعا بعد كده عشان تأهلهم لبطولات
العالم والدورات الأولمبية، فاحنا ماشيين فيما يختص باتحاد الرماية بخطوات ناجحة وخطوات ثابتة. بالتوفيق فيما هو قادم إن شاء الله، وأتمنى في الأولمبيات القادمة باريس 2024 يكون في نتائج أفضل من طوكيو بكتير، ولأن أنت عندك طفرة حصلت في الأربع سنين دول، فإن شاء الله نلاقي نتائج أفضل يعني. يا مسهل الحال. طيب، وعلى ذكر بقى الشرف والتشريف، فالحقيقة الملف أكثر ملف منور كده ومشرفنا بقاله كذا سنة، والتفصيلة دي محور يعني اهتمام ناس كتير جدا من المهتمين بالشأن الرياضي وبعالم الاسكواش بصفة خاصة. تعالوا نروح للتصنيف الاسكواش اللي طبعا حضراتكم متعودين ان احنا بنتابع معاكم اول باول كل تطوراته، لاننا متصدرين دايما هذه القائمة. بسم الله ما شاء الله. بالنسبة للسيدات، تصدرت نوران جوهر صدارة التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش بعد ما تم تتويجها بلقب بطولة الجونة الدولية للمرة الاولى في تاريخها. وكمان اعلن الاتحاد الدولي للسكواش اختيار علي فرج كافضل لاعب في شهر مايو، بالاضافة لاختيار نور الشربيني كافضل لاعبة عن الشهر نفسه. بالمناسبة، شهد التصنيف تراجع نور الشربيني للمركز الثاني، بينما استقرت هانيا الحمامي في المركز الثالث ونور الطيب في المركز السادس. وعلى صعيد الرجال، حابين نقول حمد لله على السلامه لعلي فرج اللي عاد من الاصابه وعاد بمنتهى القوه وحقق اربع القاب: بطوله بريطانيا المفتوحه، بطوله العالم، بطوله مانشستر المفتوحه، واخيرا بطوله الجونه الدوليه. عشان كده بطبيعه الحال، وده شيء منطقي جدا، تم اختياره كافضل لاعب في شهر مايو. اكيد بنهنيه. بس قبل ما نروح بس لحاله الطقس، مهم جدا ان احنا نقول الجديد في ملف كريم بنزيما، لان احنا امبارح فتحنا هذا الملف ورسميا اتحاد جده وقع 3 مواسم مع النجم طبعا العالمي كريم بنزيما. بالتوفيق على كل حال للجانبين، بالتوفيق للجانب السعودي، نتمنى يكون في المستقبل دوري سعودي قوي بينافس كمان يعني، او نلاقيه في نفس او في تنافسيه في المستوى على صعيد المستوى يعني مع الدوريات الأوروبية. نتمنى ذلك. بالمناسبة دي حاجة تسعدنا، لأن ناس كتيرة كانت تقلل من شأن الاتحاد، عفوا، من الدوري السعودي، وكأن احنا كعرب مش من حقنا نبقى بننافس يعني عالميا، كأن انت لازم عشان انت عربي لازم تفضل في ليفل معين، مش مسموح تبقى أعلى من كده. أنا مش عارفة ليه الصراحة في ناس تقلل من نفسها، أو بتحب دايما تحس إن هي لا تستحق الأفضل. كلنا نستحق الأفضل، بس اشتغل عشان توصل للأفضل. أنا شايفة إن ده ذكاء شديد من الجانب السعودي في فكرة، هنا زي ما احنا قلنا ده يعني مشروع دولة، مش بس مشروع رياضي، لا ده مشروع دولة. فمنتهى الذكاء، ونتمنى ليهم التوفيق بالمناسبة، ونتمنى ان احنا نشوف نجوم زي كده تاني في الدوري السعودي والدوريات المختلفة ان كانت تستطيع يعني. وعلى فكرة الدوري السعودي من قديم الأزل طول عمره من اقوى الدوريات العربية، وعلى الصعيد الآسيوي دايما بيعملوا شغل رائع الحقيقة، وبنسعد دايما بأي نجاح بيحققوه. وكده من الواضح بقى يا حضرات ان الكلمتين اللي اتسربوا من كام يوم على لسان كريستيانو رونالدو وتقال انه تسريب يعني، ان ابتداء من الموسم الجاي هيبقى فيه 10 اسماء ثقيله لكبار نجوم كره القدم موجودين في الدوري السعودي في فرق مختلفه، يبقى وابتدت تندع هيبقى كريم الدنيا هتولع. لا هتبقى حلوه جدا. طبعاً عندك النصر واتحاد جده، هنشوف لو ميسي هيروح ولا لا. طبعاً وهنشوف الاسماء الثانيه اللي طرحت، برضو نيمار طرح، مبابي انا اشك شويه بس يعني هنشوف، بس في اسماء كتير على ما مش معنى ده يعني باقي كله هيروح عشان مبابي سنه يعني، اعتقد ان هو يسمح له ان هو يكمل لسه في اوروبا، وبعدين ممكن بعد 32 او حاجه يبدا يفكر في جده تقريبا يعني، الله اعلم. طيب احنا طبعا كلامنا واخبارنا لم ينتهوا بعد، خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. رجعنا مرة تانية، وخلينا دلوقتي نتابع زي ما احنا متعودين كل يوم اخر الاخبار الخاصة بالنادي الاهلي والفرق المختلفة، ومعانا روزان ناصر من مقر النادي الاهلي بالجزيرة. روزان بونجور عليكي، صباح الهنا، واحكي لنا اخر الاخبار طبعا عندك، ولو عايزة تديني برضو نبذة سريعة على دلوقتي الاعضاء والتواجد والتوافد كمان في النادي الاهلي فرع الجزيرة، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا 10 الصبح في الأهلي، متواجدة معاكم من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة لنقل طبعا الأجواء وكل الأخبار المتعلقة سواء بكرة القدم أو الألعاب الأخرى. خليني طبعا يعني أبدأ بأخبار كرة القدم معايا طبعا تحت قيادة مارسيل كولر. يعني أمس واصل تدريباته طبعا اللاعبين على ملعب التتش استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي
المغربي واللي هتكون طبعا 11 يونيو الجاري. كمان مارسيل كولر يعني عقد امبارح محاضره مطوله بالفيديو مع جميع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث طبعا عن كافه الجوانب الفنيه الخاصه بمباراه الوداد القادمه، ويمكن كمان اتكلم عن الاخطاء اللي كانت موجوده في مباراه الذهاب. كمان يعني اكتفى لاعبين الفريق اللي شاركوا في المباراة بتدريبات استشفائية، وخاض باقي اللاعبين تدريبات قوية طبعا اشتملت على جانب بدني وتدريبات قوية. خاض كمان خماسي حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكن مدرب الحراس. كمان يا كريم ونهواند يعني خليني اقول ان في لقطه حصلت امبارح في المران، لقطه كانت حلوه جدا. كابتن محمود الخطيب حارس طبعا على حضور المران وكان بيشجع الفريق بشكل قوي جدا، وطبعا هنأهم بالاداء المتميز امام الوداد، وكمان شجعهم وقال لهم ان البطوله يعني مش صعبه خالص عليكم، وان احنا نفرح جماهير النادي الاهلي حاجه كانت ضروريه جدا كمان من كابتن محمود الخطيب. والحقيقه ان التشجيع ليهم دايما هو الحافز الاكبر خصوصا في الاوقات دي. كل التوفيق اكيد للنادي الاهلي في مباراه يوم الاحد. عايزين بقى كمان نبارك لرجال وسيدات تنس الطاوله اللي توجوا ببطوله الدوري بعد الفوز على ام بي وبترو جيت في ختام الدوره المجمعه الثانيه طبعا اللي اقيمت على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، وحقق فريق رجال الاهلي الفوز على ام بي بنتيجه 3-1 ليتوج بلقب البطوله. كمان حققوا فريق سيدات الفوز على بترو جيت بنتيجه 3-2 كمان ليتوجوا باللقب. عايزين نقول لهم الف مبروك. والحقيقه يعني تنس الطاوله من أكتر المواسم الناجحين فيها ومتألقين. سريعا عايزه نقول لكم الاجواء طبعا هنا في النادي، يمكن درجه الحراره النهارده جيده جدا، الاعضاء متواجدين بشكل كبير، يمكن كبار السن متواجدين لتناول الافطار، وكمان العائلات يعني متواجدين مع ابنائهم لحضور التمارين بتاعتهم. خليني اقول درجه الحراره مش برد ولا حر، يعني يمكن نقول معتدله. طبعا في توافد بشكل متزايد يعني يمكن في الساعات القليله الاولى. خليني اقول انه كمان درجات الحراره دي بتشجع اكتر الاعضاء، يعني كله بيقول للبعض علشان ينزل يقعد في النادي. يعني كمان يعني حركه المرور النهارده مش زحمه قوي، فيقدروا كمان يجوا في وقت قليل. ودي كانت الاجواء وبعض الاخبار طبعا اللي معايا النهارده من النادي الاهلي مقر الجزيره. بشكركم وعوده لكم مره ثانيه. رائع جدا، ونشكرك احنا كمان على هذه التغطيه يا روزان. واضح ان من الاجواء وراك يعني ان لسه ما فيش توافد باعداد كبيره، لكن الجو واضح يا كريم ان هو حلو جدا النهار. يعني مش حاسه ان الجو فيه شمس كتير، بس بالعكس فيه هوا كمان. شكرا جدا زميلتنا العزيزه روزان نصر. وعايزين نشوفكم بقى في فروع مختلفه، يعني عايزين كمان المراسلين بتوعنا يطلعوا لنا من فروع النادي المختلفه، يبقى فيه فوتج معانا حتى والمراسل بيقول لنا على اخر الاخبار نعرضها للساده برضو المشاهدين يشوفوا الافرع المختلفه، لان كل شويه وكل فتره كريم في جديد في كل فرع من فروع النادي الاهلي. وان شاء الله نطلع لكم كمان من فرع التجمع الخامس باذن الله. جميل، تعالوا بقى نروح يا حضرات لهذا الكائن الخرافي العجيب النرويجي مهاجم مانشستر سيتي. فظيع فظيع. وبعدين بصي الخبر ده يعني بالنسبه لي واكيد بالنسبه لملايين الناس مش مفاجئ قوي، لانه طبيعي ومنطقي. فاز مؤخرا طبعا ايرلينج هالاند بنجم طبعا مانشستر الانجليزي مانشستر سيتي، توج بجائزه الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، مش مجرد الدوري الإنجليزي، الكلام ده خلال الموسم الجاري اللي هو 2022-2023، بعد ما سجل 36 هدف في 35 مباراة شارك فيها مع مانشستر سيتي. خلونا نشوف يعني فيديو جراف كده سريع عن هالاند ونرجع نكمل الكلام، اتفضل. اللي جاي ده محترم جدا، لان احنا اتكلمنا في الملف قبل الملف ده تحديدا قبل كده اكتر من مره، واعتقد لسه هنتكلم فيه، لان لسه ما زال حتى هذه اللحظه احنا بنتكلم، وكمان مش في الدول العربيه بالمناسبه، في العالم كله ومنها الدول الاوروبيه وبالاخص في الدول الاوروبيه لسه في فكره العنصريه. للأسف الشديد لسه هذا الكوكب بيعاني من العنصرية، ولكن في بعض الحاجات اللي بتتعمل كده يا كريم ان هي بتناهض العنصرية، زي ايفنتس، زي حملات، حاجات زي كده بتبقى لطيفة جدا. امبارح خليني اقول لحضراتكم يعني قرر المنتخب الاسباني خوض مواجهة ودية امام المنتخب البرازيلي، فهتكون ان شاء الله في مارس
من العام المقبل 2024. قرار تم اتخاذه لكن المباراة هتكون العام المقبل. ليه بقى؟ لمكافحة العنصرية في ملاعب كرة القدم تكلم في العموم. وذكر كمان الاتحاد الأسباني أن الماتادور ده هيخوض المواجهة تحت شعار بشرة واحدة، وهي رسالة ضد العنصرية. على فكرة هي بشرة واحدة وحتى جنس واحد وفكر واحد، يعني مهما كان حتى يا كريم مش قصة أن احنا لازم نبقى زي بعض. هي الشعار شوية أنا عندي فيه تحفظ، يعني هو مش لازم نكون بشرة واحدة ولا شكل واحد ولا جنس واحد ولا ثقافة واحدة ولا دين واحد ولا أي حاجة واحدة. نحترم هذا الاختلاف. وقلنا كده حياة، لو ربنا كان عايز يبقى خلينا كلنا حاجة واحدة كان زماننا كلنا حاجة واحدة، بس كان هيبقى حياة مستحيل، مستحيل الحياة تستمر وكلنا حاجة واحدة. فهذا الاختلاف هو ده سر الحياة. فعشان كده احنا لازم نبقى عندنا وبنربي الأجيال الجديدة ان مفيش حاجة اسمها عشان انا ببشرة معينة او دين معين او جنس معين او جنسية معينة او لون شعر معين او لون عين معينة فانا كده احسن، انا كده جامد جدا، يعني مش حاجة اسمها كده. يعني احنا افتكرنا لو هنتكلم كمان تحديدا عن وقائع كتيره حصلت كان فيها نوع من اشكال او شكل من اشكال العنصريه، اخرها كان البرازيلي طبعا فينيسيوس هذا طبعا. اللاعب اللي تعرض لهجوم شرس وبشكل عنصري مش من شخص او اثنين، لا ده تعرض لاهانات عنصريه خلال مواجهه فالنسيا بالدوري الاسباني اللي حضراتكم فاكرين اتكلمنا عن المباراه دي طبعا. ووقتها كان رئيس الفيفا كمان اعلن تضامنه معاه في بيان رسمي، وكان شيء محترم جدا وكان شيء لابد منه بصراحه. الرساله مهمه ان ما يكونش في مكان للعنصريه مش بس في ملعب كره القدم، لكن زي ما كنت بقول من شويه في اي مكان في العالم، اي مكان في العالم، لكن تحديدا لو هنتكلم يعني الرياضه وملاعب كره القدم، لان ده برضو يا كريم زي ما بيتقال عليه النموذج اللي كتير بيحتذي بيه خصوصا الاطفال. لقوا ممارسات بهذا الشكل، دي كارثه، كارثه كبيره جدا. الرياضه ما اتعملتش علشان يبقى فيه منها نتاج سيء او حاجات تعليم الاجيال الصغيره تحديدا، اتعملت عشان العكس الصحيح. العكس اتعملت عشان تعزيز فكره الروح الرياضيه وفيها ترسيخ لفكره المساواه وحاجات بالزبط. معاني وقيم حلوه كتيره جدا بتتضرب في مقتل في توقيت غريب وفي زمن غريب المفروض ما يبقاش فيه النوع ده من ومع ثقافات ودول المفروض ان هي دايما طبعا. ما تتحدث عن طبعا. الحريات، واتكلمنا في النقطه دي قبل كده، وفكره الفكر الجديد اللي عايزين ينشروه في العالم يا حاجه غريبه جدا. انت بتتكلم على ان مبدا الحريات ان انت تمارس اللي انت عايزه كويس، بس ضمن هذا المبدا ان انت تحترم الاخر اللي هو طبعا. مش عاجبه اللي انت بتعمله، حق ان يعني حقك ان انت تقول رايك، وحق ان انا حقي ان انا ما اكونش موافقه عليه ولازم تحترم رايي برضه. هي دي الحريات، عدم الحكر على الاخر او على راي الاخر او على فكر الاخر او على معتقد الاخر. ففي تناقض انا بشوفه بصراحه في هذه الدول اللي بتدعي الحريات وبتدعي التقدم وبتدعي الرقي، في تناقض عندها شديد. عايز اقول لك لازم يبقى في فرض صريح لكل اشكال العقوبات على الأشخاص العنصريين، لأن من قديم الأزل وفي ملفات مختلفة من زمان في مبادرات وحملات بتتكلم عن معاني وقيم لطيفة ونبيلة، لكن يعني تحس أنها ستيريوتايب في الآخر، يعني كلها شبه بعض ومش بالضرورة تؤتي ثمارها. لكن لما الشخص العنصري من دول يتجاب يعني من بعدين مثلا في الواقعة بتاعت فينيسيوس جونيور اللي أنا فاهمه إن كمان الشرطة يعني جابت مجموعة من الناس دول، طبعا في لقطات كتير بينتهم ويقدروا يعني يوصلوا لهم، فلما يكون في عقوبة رادعة هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتفرمل قطر العنصرية اللي بيجري بسرعة البرق الفترة بالزبط. الأخيرة بصفة خاصة كمان الواحد مش فاهم ليه، لازم تبقى في عقوبات بتطبق وبتعسف على كل من هو عنصري، غير كده هنبقى بنقول كلام كتير. بص وخير. الموضوع ده من واحنا صغيرين موجود من ايام المدرسه، يعني انا فاكره كتير وقع كان فيها نوع بقى دلوقتي المصطلح اسمه تنمر، بس زمان أيوه. كان بيسميها بقى اللي انت عايزه، يعني كان في اطفال بيتريقوا على اطفال تانية في طب. المدرسه لو حد تخين زياده طب. لو حد يعني عنده زياده في الوزن، او لو حد كان بيبقى معانا ناس في المدرسه اللي هم سبيشال نيدز حاجات زي كده بيبقوا موجودين، بس يعني كان في بيحصل مضايقات. عايز اقول لك انا كنت من الناس اللي بدافع عنهم والله والله العظيم، اصيله من يومي، اصيله من وجود الحضاره والله يعني بص انا متبنيه دمتي ذخرا للمدرسه والله العظيم عشان تعرف قد ايه انا متبنيه هذا الفكر من زمان. يعني انا يعني مش عايز طبعا عشان نتكلم دلوقتي واحنا اعلاميين، بس انا بكره فعلا الناس اللي هي عندها فكر حتى عنصري، يعني مش بس ممارسات طبعا. حتى انك تفكر بشكل عنصري انا بكره ده جدا، وده جاي من برضو موضوع ان انا بهتم بالمرأة، لان مش قصة ان المرأة يعني مظلومة، بس يمكن من
أكتر من 10 سنوات تقدر تقول كان مش حاصلة على الحقوق حتى المجتمعية اللي هي تستحقها، ما كانش في مساواة في التعامل، سيبك من قوانين، في التعامل اليومي. فهي دي النقطة اللي هي راجعة ضد العنصرية، المفهوم اللي أنا أؤمن بيه جدا، يعني اللي هو المفروض إن كلنا نكون بنؤمن بيه. ففهمت بقى حتى الفيمينست جاي منين؟ من صغرك. طيب تعالوا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده نتعرف على مجموعة جديدة من التمرينات اللي هيوريها لنا ويعرفنا عليها كابتن حسام الفيل، هو مدرب بجيم الرجال بالنادي الأهلي بالشيخ زايد. هنتابع معكم التقرير ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام، خليكم معنا. صباح الرياضة والنشاط الحيوية من التمارين المهمة اللي كلنا بنسعى ان احنا نوصل لشكل كويس بجسمنا هي عضلات البطن. كله بيبقى عايز اللي هو يظهر عضلات بطنه ويخلي شكلها جمالي وشكلها كويس، بس بنتمرن كتير كل يوم بنتمرن عضلات بطننا وده مش كويس ليها. عضلات البطن زي اي عضلات تانية لازم نديها استشفاء ولازم نديها راحة، يعني على الاقل نمرنها من 3 مرات ل4 مرات في الاسبوع، واللي هيوصلك للشكل اللي انت عايزه هو نظامك الغذائي واكلك. النهارده محضر لكم مجموعه تمارين بشكل مختلف، هنشغل بقى كل عضلات البطن بتاعتنا والجنام كمان باستخدام الميديسين بول. يلا بينا تعال نبدا مع بعض. اول تمرين هعمل اول حاجه الراشن تويست، ظهري مفروض ارفع رجليا فوق، هعمل تويست يمين وشمال، خلي ظهرك يكون مفروض. هنشتغل التمرين ده من مجموعتين لثلاث مجموعات وناخد ريست 30 ل 40 ثانيه. هعمل التمرين اللي بعده، هنزل على ظهري واحاول المس الكوره لركبتي، 1 2 3 4 5 6. دايما باصص لقدام وتاكد ان ظهرك بيكون مفروض. هشتغل برضو التمرين ده من مجموعتين لثلاث مجموعات كل واحده منهم 20 عده. ندخل على التمرين اللي بعد كده، ظهري برضو مفروض، هنحاول المس الكوره على مشط رجلي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وناخد ريست 30 ثانيه. هنعمل تمرين كمان بعد كده 90 ديجري، خلي رجلي 90 درجه كده، احط الكوره فوق هنا واطلع اخد الكره بايدي وافرد رجلي وارجع تاني. هنعمل التمرين ده برضو من مجموعتين لثلاث مجموعات ورايح 20 ثانيه. هدخل معاكم اخر تمرين ني تويست، اثبت ظهري، اتاكد ان ظهري مفروض، شدد عضلات البطن. هنحاول نكررها برضو من مجموعتين لثلاث مجموعات. اهم حاجه زي ما قلنا في بدايه الحلقه لازم نهتم بنظامنا الغذائي، والتمارين اللي احنا بنقدمها لكم في كل حلقه دي اللي هتساعدك توصل للشكل المظبوط. اتمنى تكون الحلقه استفدتوا منها ونشوفكم في حلقه تانيه جديده. هنتكلم في الفقره دي يعني عن رياضه البوتشا زي ما كان كريم يقول لحضراتكم، ومش هتكلم غير يعني انا عارفين حاجه، انا مش هتكلم كتير لان احنا معانا بجد بطله كلنا سعداء بيها جدا ومن الابطال اللي بيشرفونا حقيقي، من الابطال اللي بيشرفونا حقيقي. يمكن انا دلوقتي لابسه يعني واحده من الميداليات، وانا يا ريت الكاميرا تجيب كمان او الكرين يجيب كم الميداليات اللي هي حصلت عليها وشرفت مصر. خلينا نرحب بضيفتنا الجميله جدا والبطله صفاء طه، بطله مصر البوتشا، وهي رسامه بالمناسبه وكمان طالبه اعلام. انتوا هتشوفوا النهارده نموذج ناجح بجد. وخلينا كمان نرحب بضيفنا دكتور محمد بيومي، طبعا المدير الفني لمنتخب مصر للبوتشا. يعني صباح الهنا، صباح النص، صباح الجمال. وهقول لك ايه، والله انت يعني بجد اللي انت محققاه ده حاجه كلنا فرحانين بيكي والله يا صفاء بجد. شكرا لحضرتك. انت اكيد خدتي بالك يا صفاء وانت داخله، طبعا برحب بحضرتك دكتور محمد منور الدنيا، اكيد خدتي بالك من ساعه لما دخلتي الاستوديو واحنا في مرحله الفاصل الناس كلها كانت فرحانه بيكي قد ايه حقيقي يعني. فانت فعلا مفرحانا ومشرفانا وبتعملي حاجه عظيمه قوي يا صفاء. انت بتدي رسائل من غير ما تعملي حاجه يعني، وانت بس بتمارسي طبيعتك اللي فيها قدر كبير من التحدي وقدر كبير من فكره ان مفيش عائق ممكن يحوشني عن ان انا احقق حلمي. فاحنا بنشكرك، مش بس بنرحب بيكي، بنشكرك كمان على الرسائل اللي انت بتديها لنا كلنا. شكرا ليكي وشكرا على الانجازات اللي انت بتحققيها كل يوم والتاني. منورانا النهارده في 10 الصبح. حضرتك شرف لي.
بصي بقى هنبدا كده واحده واحده. اولا طبعا دكتور يعني اكيد حضرتك ليك دور كبير جدا برضو يعني مع ابطالنا بتقدمه، حابين نعرف بقى قصه. طبعا صفاء هتحكي لنا هي عن قصتها الشخصيه، بس عايزين نعرف من حضرتك كمان يعني ازاي بتجهز، ازاي بتعد الكواليس اللي بتحصل مع ابطالنا عشان يوصلوا ان ما شاء الله كامل ميدالياته. بالمناسبه ده جزء من يعني ميداليات صفاء، فخلينا نسمع من حضرتك. هي رياضه البوتشا ظهرت في مصر من 2015 تقريبا، ابتديت اتدرب فيها اولاد لان كان عندي مجموعه كبيره من الاولاد شلل دماغي واعاقات حركيه شديده، بيلعبوا العاب كتير يعني سباحه، العاب قوه، كره قدم، بس في اشد انواع الاعاقه دي هي مش لاقي لهم لعبه. فدورت لحد ما لقيت اللعبه دي موجوده على النت ولقيتها بتمارس في الاولمبيات من 1984. فبالفعل ابتديت ادرب الاولاد فيها. يعني من 84 واحنا لسه وصلنا مؤخرا. فالحمد لله يعني نزلت اللعبه. ازاي برضو ده بهزر؟ ده هيقفلوا 50 سنه قريب. لو بالفعل في اكتر من 50 دوله بتمارس اللعبه. وبالفضل الله ابتديت ادرب الاولاد لحد ما ظهرت للنور مع اشهار الاتحاد المصري للرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي بقياده الدكتور احمد ادم، وابتدينا بالفعل نعمل بطولات للعبه البوتشه. وبفضل الله بدأنا أول ما اتشهر الاتحاد في 2018 لعبنا أول بطولة كانت هنا في نادي 6 أكتوبر، وابتدينا دخل فيها 20 لاعب، وصلنا دلوقتي في 23 ل 87 لاعب بيلعبوا لعبة البوتشا، وحققنا إنجازات بفضل الله كويسة جدا. سافرنا تونس سنة 2019 وجبنا 3 ميداليات ذهب وفضة وبرونز، وبعد كده سافرنا في شهر 5/22 جنوب أفريقيا في جوهانسبرج البطولة الإفريقية السنة اللي فاتت وجبنا 2 ذهب و1 برونز، وسافرنا بولندا في شهر 8، وسافرنا بطولة التحدي في إيطاليا في شهر 9، وكان عندنا بطولة العالم في البرازيل في شهر 12. ودلوقتي احنا في استعداد عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا كده عندنا البطولة الإفريقية في القاهرة هنا في صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر. في البطولة الإفريقية دي مؤهلة لباريس 24 ان شاء الله. حلو جدا. حلو. يعني ان شاء الله ان شاء الله اولادنا بعون الله ذهب كده ان شاء الله للفرق والزوجي، اللي يجيب ذهب يتأهل لباريس 24 ان شاء الله. عظيم. طب صفاء احنا يعني انا مش عايز اسالك سؤال بعينه، انا عايز اسمع منك، يعني عايز اسمع منك. أيوة. انت شخصيا قصتك مع الرياضه وقصتك عموما، تحب تقول لنا ايه عن اللي فات من عمرك ده كله؟ احكي ايه ولا ايه؟ احكي الاهم ثم المهم. احكي اللي انت عايزاه. ايوه، معظم المواهب اللي عندي سواء رسم، كتابه او غيره من وانا صغيره. يمكن الرياضه هي احدث حاجه عرفتها وانا تقريبا في اولى ثانوي. وانا صغيره خالص مثلا ماما وبابا كانوا بيلاحظوا ان انا بمسك القلم ببقي او برجلي، وبحاول ان انا ادعبس كده زي الصغيره، او ان انا بقعد الف كده حاجات غريبه وممكن يطلع منها حاجات حلوه بعدين. فبدات بقى ان انا اتعلم سواء عند مدرسين رسم، اخد ورش، اخد كورسات، اروح مؤتمرات واروح ندوات، حتى ان انا اسمع بس الشعر او انا اتفرج بس على معارض اللي واحده ممكن بيلهمني وبيخليني. لا 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 لا، صفاء صفاء انت اللي راسمه العصفوره دي؟ ايوه ببقي. الله عليكي ما شاء الله. بصي يا كريم، دي الوان الخشب. واو. بجد ما شاء الله عليكي. كملي يا صفاء سامعين. بس فكل حاجه ليها حكايه. يعني مثلا الرسم في الاول كنت برسم مع نفسي في البيت وبرجلي اليمين، وبعد كده من حوالي 4 سنين بدات ان انا ارسم ببقي، وقررت بقى ان انا ايه خلاص انا استقريت على الرسم، مش مجرد اي شخبطه وانا صغيره وخلاص. واو. فبدات بقى ان انا اتعلم فعلا بشكل اكاديمي اكتر، ويعني لاحظت ان مستواي بيتحسن، وبدات ان انا اشترك في مسابقات واخد مراكز. انا ممكن اقول لك على حاجه، الرسمه دي يعني ممكن تعمليها على اكبر وتتباع صح؟ هو انا لسه في محاد التدريب فلسه ما باتش، بس دي حلوه قوي معموله بشكل بروفيشنال. حلو ده، وانت لسه في يعني انا ممكن ابقى اول زبون على فكره. انا كان بجد دي عجباني جدا، لو ترسميها لي على اكبر شويه. انا فعلا برسم بقى لوح تانية، في لوح تانية سواء على توال او على خشب سوتكس بالاكريليك، يعني بيبقى حاجه اجمل. بتلحقي ترسمي في وسط البطولات اللي كتير اللي بتشاركي فيها والسفريات والحاجات دي كلها، بتلاقي وقت الحقيقه؟ لا
برافو عليكي والله. الحقيقه بحاول اوازن يعني دراسه زي ما حضرتك قلت، انا طالبه في اعلام وبرسم وفي رياضه. وانت بتتكلمي بس بصي الهواد ده عمال اللي فاتت ممكن نرجع اللي فاتت شبهي والله. والله العظيم تستني بجد حلو حضرتك احلى هايل والله. لا بجد لا ودقيقه ديتيلز عاملاها صح يعني لا ما شاء الله. لما ده انتاج صفاء وهي في مرحله الهوايه والتدريب اللي هو كده على الماشي بالظبط، فطبيعي جدا ان رياضيا بقى وهي محترفه في الرياضه طبيعي جدا ان هي تجيب الميداليات دي واكثر كمان. برافو عليك يا صفاء. بص بص دي بص دي يا كريم والله حلوه قوي برافو. دي زي 3 دي كوبايه بس هي الحقيقه. لا بس عايز اسالك حاجه، انت حد علمك ولا ده كله تالنت بس؟ دول احدث رسومات؟ لا دول تعليم صراحه يعني. الصراحه انا عايزه اوجه تحيه كبيره جدا، هو مدرس بيعلمني فنان تشكيلي هو مستر اياب، هو الصراحه جهد كبير جدا معايا. كل ده عايزه اقول لحضرتك ان هو اونلاين يعني كمان هو على زوم. ايوه بالظبط على زوم من غير اي تدخل من سيادته هو انا بس توجيهات المستر يعني. ما شاء الله عليك دكتور محمد، حضرتك بتعمل حاجه مهمه قوي وصعبه قوي ومحترمه قوي ومليانه ابعاد انسانيه وغيرها غير الجانب الرياضي كمان والانجازات والى اخره. بتتعامل ازاي في الملف ده؟ بتتعامل ازاي مع الشباب والشابات اللي تحت ايدك واللي انت مسؤول عنهم وعن تدريبهم؟ طريقه التعامل وبطبيعه الحال اكيد في مساحه كبيره للجزء او الشق النفسي في تعاملاتك معاهم، مش كده برضه؟ طبعا اكيد، هو بفضل الله الاولاد بيعتبروني يعني اخوهم الكبير ابوهم الثاني يعني بفضل الله، لان احنا العلاقه بيننا وبين بعض مش علاقه مدرب بس، لا احنا في ناس موجوده في المنتخب معايا على علاقه بيا اكتر من 13 سنه، ف 13 سنه يعتبر هو متربي معايا لحد ما يعني من اولى ابتدائي مثلا لحد ما خلص يعني في الجامعه بالفعل دلوقتي وهو معايا، فكل حاجه بنعملها مع بعض. بالذات بقى طبعا احنا بنخش معسكرات كثيره جدا مع بعض. الجهاز الفني معايا فيه 2 مدربين و2 مدربات، المدربات للبنات والمدربين للصبيان. احنا بفضل الله بنعتبرهم يعني احنا وحده متكامله بنعمل كل حاجه ليهم. يعني الاولاد عندي شديد الاعاقه بيحتاجوا رعايه متكامله طبعا، من اكل وشرب وكل حاجه طبعا. فكل ده احنا المسؤولين عنهم، فالحمد لله العلاقه قويه جدا بينا وبين بعض. لو في حد عنده حتى مشكله بيجي يتكلم فيها وبيحكيها وبنحل المشاكل مع بعضينا، فاحنا بنتعامل كاسره واحده، وده اللي بيخلي بفضل الله ان في قوه ترابط بينا وبين بعض، والامور بنوصل لمستويات كويسه ان شاء الله في التدريب وبالذات في البطولات ان شاء الله. دي صور بقى انت لفتي العالم بقى، ها شايف انا صور في كل انحاء العالم. يا بختك يعني. طب احكي لنا يا دكتور كده برضو دي صفاء دي في جنوب افريقيا يا جماعه اللي فاتت. يا ريت دي كنا في بطوله الافريقيه بجوهانسبرج هنا دي في جوهانسبرج في جنوب افريقيا، وكنا هنا بنتدرب قبل ما نخش على البطوله، فبنلتقط بقى بعض الصور، والصوره اللي قبليها برضو كانت في الفندق قدام النافوره كده، برضو صوره جميله هنا جدا جميل الفندق جميل هناك. وصفاء وجودها في الصوره محليها اكتر واكتر كمان. بالمناسبه برضو عايزين نعرف الناس، لان احنا بنتكلم عن رياضه البوتشاب بس ما دخلناش في تفاصيلها ايه، في ناس كتير ممكن تبقى مش عارفه ايه هي، وعايزين كمان نوضح الحكايه دي للناس اللي عندهم اولاد او بنات ممكن جدا يبقوا ابطال مستقبليين في الرياضه دي، وبصفه خاصه الاهالي اللي حاسه ان لا ما يعني هيعملوا ايه، لا ده بيعملوا بدليل وجود صفاء معانا اهو. هو بالفعل يعني انا بشكر قناه الاهلي دي تاني مره نتقابل مع بعض فيها ونتكلم عن رياضه البوتشا وبننشر رياضه. هي الرياضه دي عباره عن كور حمراء وزرقاء وكره الجاك اللي هي كره الهدف اللي بيتصوب عليها، هم كلهم ليهم وزن واحد ومقياس واحد، الوزن 275 جرام موجب او سالب 12 جرام، والمحيط بتاعها 270 مللي موجب او سالب 8 مللي. الحاجات دي المفروض ان اللعب بتتلعب فردي، زي مثلا قاعد انا وصفاء في ملعب طوله 12 متر ونص في 6 متر، فدايما اللاعب اللي على اليمين بيبقى هو الاحمر وانا ببقى الازرق، معايا 6 كور حمراء و6 كور زرقاء، وبيلعب الجاك اللي هو الكره البيضاء. الهدف بقى التصويب على الجاك،
فهي مزيج ما بين البولينج والبلياردو. ازاي انا اقدر اصور او يمكن هنا في شويه توضيح بالظبط. هنا كره الجاك اهي الكره البيضاء وبعد كده الكره الزرقاء هي القريبه من ايه من الجاك. فالاحمر بيبتدي يلعب يحاول يقرب هو من الجاك. الحكم بيبص بعد كل كره من اللاعب لما بيلعبها يشوف بالمتر او بالبرجل او بيقيس المسافه يشوف مين الاقرب. لو طلع الاحمر هو الاقرب يبقى الازرق هو اللي يلعب. لو طلع العكس يبقى الاحمر هو اللي يلعب. فبنبتدي بقى هكذا نفضل بقى لحد ما الكور تخلص. فالحكم بتحصل العقده في نهايه المباراه بيبتدي يبص الحكم ويشوف مين الاقرب للجاك. لو كره واحده مثلا هنا زرقاء وفيها حواليها ست كور حمراء يبقى النتيجه 1-0 للازرق. أوكي. لو كورتين زرق يبقى 2-0 وهكذا لحد ما بتوصل اعلى سكور 6 في الشوط. والمباراه 6 اشواط 4 اشواط 4 اشواط. الاربع اشواط دول بنجمع النهايات بتاعتهم وبنطلع الفائز. صفاء بقى بتكسر السكور بتكسر الدنيا بتجيب السكور كله. طبعا يا صفاء طبعا زي ما حضرتك شايف كده من اول ما شاركت معانا كنا في الاول خالص كان في القانون مزيج ما بين البنين والبنات يعني يلعبوا بعض عادي. فهي كانت بتلعب مع البنين وكانت بتكسبهم وتاخد ميداليات عليهم كمان. وبعد كده ابتدت دول زمايلها طبعا في المنتخب وفي اللعب. وبعد كده بقى دلوقتي القانون ان البنات لوحدهم والبنين لوحدهم. العدد يمكن زاد مثلا. العدد زاد والقانون الدولي اصلا اتغير خلى البنين ليهم بطوله لوحدهم والبنات ليهم بطوله لوحدهم. فابتدى بالفعل تاخد على طول بقى تطلع الاولى على كل البنات اللي موجوده وتكسب. وهنا بقى هنا في جنوب افريقيا برضو الصور بتاعتنا هناك. وده المنتخب بتاعنا ابطال بقى ان شاء الله المستقبل على حسب الكلاسات بتاعت كل فرقه. ده الاتحاد هو اللي بيتكفل بكل حاجه عشان برضو النقطه تبقى واضحه يعني. طبعا المعسكرات وال والسفر والاقامه كل ده الاتحاد هو اللي بيتكفل. الاتحاد ووزاره الشباب والرياضه. انتوا مدعومين بما يكفي. هو وزاره الشباب والرياضه هي بصراحه اللي دعمانا بما يكفي بكل حاجه. التذاكر الطيران السفر الاقامه اشتراك البطولات كل ده وزاره الشباب والرياضه. برضو احنا بنتكلم على رياضه متطلباتها استثنائيه بقدر استثنائيه لاعبتها يعني طبعا. فاكيد ليهم يعني طلبات خاصه واستعدادات خاصه. فدي بطبيعه الحال معناها ان الميزانيه ممكن تبقى صح ازيد شويه من غيرها من الرياضات. هي بالنسبه مثلا هديك مثال الادوات بتاعتنا. يعني مثلا لو رجعنا الصوره اللي فيها المنحدر بتاع صفاء بتاع الرامب ده والكور. الكور دي غاليه جدا. يعني احنا لما جبنا الكور الاصليه جبناها من جنوب افريقيا السنه اللي فاتت جبناها ب 420 دولار الطقم اللي فيه 13 كوره. الكور الكويسه جدا في كوريا ب 1200 دولار الطقم الواحد. وده الكور بس ما تكلمناش عن بقيه التجهيزات او الكراسي بالزبط. اللي بتستخدم والرامب مثلا اللي هم بيلعبوا عليه الحالات اصعب حالات الاعاقه اللي هي زي صفاء او ارتخاء كامل في العضلات ده بيستخدم رامب. الرامب ده بيوصل ل 58000 جنيه. احنا برضو استوردنا والاتحاد والوزاره جابوا لنا 4 رامبات علشان خاطر الاولاد يشاركوا بيهم في البطولات الدوليه. فطبعا دي حاجه طبعا كويسه جدا وبنشكر عليها الاتحاد وبنشكر عليها الوزاره ان هم دعمونا بالحاجات دي. وان شاء الله كمان عرفت ان في بطوله افريقيا اللي جايه دي ان شاء الله هيدعمونا باكتر لان الفريق دلوقتي في البطوله اللي جايه دي 10 لاعبين. يعني انا معايا 10 لاعبين. العشر لاعبين دول انا بلعب بيهم فردي وبلعب بيهم زوجي وفرق لان اللعبه بتتقسم لاربع كلاسات على حسب التصنيف الطبي لكل لاعب. فانا عندي بي سي 1 دول شلل دماغي وبيكون اعاقتهم شديده ومستوى العضلات او التشنج العضلي اللي موجود عندهم قوي فرميته حتى للكوره ما بيقدرش يرميها لبعيد جدا توصل ل 12 متر ونص وبيحتاج كمان مساعد يقف وراه يدي له الكوره. وكمان لو هو ما بيقدرش يلعب الكره بايديه بيلعب الكره برجليه بيصوب برجليه ويشوط الكره برجليه. فلازم مساعد يحط له الكره قدام رجليه ويصوب. بعد كده في بي سي 2 ده بيكون احسن شويه مش محتاج مساعد بيقدر ان هو يلتقط الكره بيقدر ان هو يمرجح ايديه كويس ويصوب الكره بالاتجاهات وده ما بيحتاجش اي مساعد ليه. بعد كده عندي بي سي 4 ده بتكون اعاقات اخرى زي اعاقات صفاء كده او ضمور في العضلات ان هو مش شلل دماغي. ودول بيقدروا يلعبوا الكره افضل. عندي مثلا ده اللي هو بي سي 4. في عندي بقى اصعب اعاقه اللي هي بي سي 3 اللي هي اصعب اعاقه زي ايه زي صفاء او شلل دماغي. حاله صفاء هي الجسم كله تصلبي فما بيقدرش يستخدم ايديها ولا رجليها فبنجيب زي طوق وبنطلع منه اريال. احنا شفنا صوره ليه فعلا. هي كل الفكره بقى هي بشغل دماغي
اللعبه بتاعتنا هي لعبه دماغ اول هي اصلا ما شاء الله صفاء مش باين ان هي ذكيه بسم الله ما شاء يعني الله. رسامه واعلام لسه هنيجي لحته المذيعه دلوقتي بس لما الدكتور يخلص لان اللعبه بتاعتنا بتحتاج لايه كل ما انت بتقدر في موقف لعب قدامك وانت بشطارتك ازاي تخرج من الموقف بتاع اللعب ده لصالحك اهو ده الرامب اللي حضرتك بقول لك عليه وده الرامب اللي هو الخشب ده يعني بالظبط كده فطبعا عشان خاطر بقى ابتدي ان انا احط هي بتطلب مني كمساعد يعني المساعد هنا بيقول لها بتقول له هي وجه لي الرامب شمال يمين حطوا لي في الاتجاه اللي انا عايزه وبعد كده حط لي الكوره في الارتفاع اللي هي عايزاه برضو لان لو اتحطت في الارتفاع العالي الكوره هتروح ايه هتروح لمسافات بعيده لو اتحطت في هي بقى اللي بتحدد هي اللي فهي دي التك التريك يعني التريك في الاتجاه والتحديد كويس قوي فهي كده عايزه هي عارفه تعمل ايه هل هي هتلعب على الجاك على طول وتلزق في الجاك ولا هي عايزه تقرب كره بتاعتها مثلا ولتكن الحمراء تخبطها في الحمراء يعني كره حمراء نازله من الرمب هتخبط كره حمراء تروح على الجاك ولا هتخبط كره زرقاء تبعدها عن الجاك فهنا الفكر بقى بيبتدي كل لاعب على حسب مستواه وعلى حسب فكره ليه علشان اقدر اكسب في كل شوط اكبر عدد من النقاط حلو جدا جدا طيب بصي بقى يا صفاء اتكلمنا عن الرسم والرياضه وهنرجع لها تاني بس عايزه اروح معاكي اللي لازم كنت بقول لك ليه الجزء بقى الاعلام انت اصلا بتدرسي في كليه اعلام صح كده حلو طب قولي لنا نفسك تبقي مذيعه نفسك لما تبقي ان شاء الله اعلاميه كبيره ايه النوع اللي انت عايزه تقدميه رياضه ولا فن ولا سياسه ولا ايه وانا اصلا من صغري وانا عايزه اطلع مذيعه زي ده يعني دخل اعلام عشان ادخل ان شاء الله قسم اذاعه وتلفزيون اهتم بايه بالذات اهتم بمجال ذوي الهمم والمجال الاجتماعي هما المجالين دول برنامج اجتماعي يعني ايوه بالظبط انا عايزه يا اما ان انا امس قلب ذوي الهمم واهاليهم وان انا اثر فيهم وان انا احل مشاكلهم واوصل صوتهم وطلباتهم وانجازاتهم طبعا. والناس تعرفهم وتعرف ازاي تتعامل معاهم وان انا كمان عامه المجتمع عامه ان انا برضو احاول ان انا اصلح القضايا الاجتماعيه انا مثلا في قناتي على اليوتيوب عملت فعلا برنامج اجتماعي كنت بتكلم عن اطفال الشوارع عن ذوي الهمم الثقه بالنفس الاكتئاب القلق الاصدقاء حاجات كتير قوي عندك يعني تشانل وفيها فولورز او سبسكرايبرز بالظبط شاطره طب على صعيد التاثير انت بتقولي نفسي اثر في الناس خليكي عارفه ان انت مبدئيا لغايه لما ان شاء الله ربنا يكتبها لك كده وتحققي كل احلامك وتبقي اعلاميه زميله نفخر بيها كلنا خليكي عارفه ان انت لغايه لما ده يحصل انت بالفعل مأثره في الناس يعني انت مش لسه هتأثري انت مؤثره بالفعل وعلى فكره الكلمتين دول مش بقولهم لك على سبيل المجامله ده انت الناس المنافسين بيشتكوا منك كلهم بيقول لك كل بطوله بتشارك فيها صفاء مش عارفين نكسب بتاخد هي كل الميداليات انت مؤثره بالفعل يا صفاء وربنا يكتب لك كل اللي انت بتحلمي بيه ان شاء الله شكرا لحضرتك ربنا يخليك طيب دكتور محمد بتبقوا ماشيين طبقا لخطط معينه موضوعه ومراعين فيها ان انتوا عندكم بطولات بعينها هتشاركوا فيها الفتره اللي جايه وبالتالي احنا لينا طلبات كذا كذا عشان الاستعدادات بتاعتنا يعني كيفيه التواصل ما بينكم وبين الاتحاد ونوع المعوقات اللي انتوا اضطريتوا تخوضوا فيها الفتره الاخيره وذللتوها بدليل النجاحات اللي صفاء وغيرها محققها هو بفضل الله احنا طبعا في خطط محطوطه لان احنا بينزل لنا رانك كده بتاع البطولات كلها بتاع الموسم كله فبنبتدي نحدد البطولات اللي احنا هنشارك فيها فاحنا المفروض عندنا البطوله الافريقيه في اجنده معينه بالظبط كده فاحنا بنبتدي نحط البطولات اللي احنا هنشارك فيها ابتدينا بالفعل عندنا البطوله الافريقيه دي ودي مهمه جدا بمشاركه 8 دول اللي هيجوا لنا مصر هنا وكلهم افريقيا عشان خاطر نبتدي وحتى الاتحاد عمل برضو حاجات كويسه جدا على هامش البطوله دي دوره تدريب دوليه معتمده من البيسفيد ودوره تحكيم دوليه ودوره تصنيف دوليه كويس قوي ده بيحصل طبعا دي طبعا نقطه كويسه جدا لان طبعا المدربين والناس كلها اللي موجودين في مصر محتاجين التاهيلات دي كلها علشان نقدر نصنف الولاد كويس وندرب كويس ويبقى عندنا قاعدة تحكيم دولية كويسة جدا تأهلنا ان احنا نعمل بطولات كويسة وبالتالي ده هيفيد اللاعبين الدوليين عندنا علشان خاطر يقدروا يحققوا ميداليات دولية كويسة جدا عندنا بعد كده ان شاء الله في بطولة في اليونان في شهر 10
ربنا يكرم يا رب. انا بديهم امل للعيبه طبعا بتوعي العشرة دول، قلت لهم ذهب ان شاء الله في افريقيا، اوعدكم ان انتم معايا في اليونان والبارالمبياد بعد كده، بارالمبياد باريس ان شاء الله. فطبعا دي هتبقى خطوات لباريس ان شاء الله، هتشارك فيها ان شاء الله صفاق. لسه في بطولات قبل يعني مؤهله قبلها؟ لا، هي البطوله اللي بتاعتنا اخر بطوله هتتلعب البطوله الافريقيه، لان الاتحاد الدولي بيعمل زي مثلا البطوله الامريكتين، اوروبا، اسيا، كل دي بطولات مؤهله للدورات البارالمبيه بالظبط، اللي هي الفرق والزوجي، لكن الفردي بيطلع عن طريق الرانك بتاع اللاعب، كل واحد على حسب الرانك بتاعه هو موجود فين في الرانك بتاعه، بياخد عدد معين من الرانك الدولي، هم دول اللي بيلعبوا فردي. بس برضو اللي هيسافر زوجي ويلعب زوجي وفرق هيلعب في الفردي، ففرصة كبيرة جدا ان هو لما يكسب في الزوجي والفرق هيلعب برضو فردي. فطبعا دي هتبقى نقطة ان هو حط اسمه وخط اسمه أكيد. على اول خطوة، ودي اول مشاركة لينا تعتبر في اول خطوة لباريس يعني، فطبعا مش عايزين نضيعها، طبعا لازم تركيز كامل، لان بالزبط. بعد كده ما فيش بقى خلاص، هتيجي البارالمبيكس او بارالمبياد باريس، فعايزين بقى يعني تركيز. هنستنى بقى 28 صفاء هتولع الدنيا في الدوره البارالمبيه ان شاء الله. صفاء، عايزه اروح معاكي برضو النقطه، لان لازم نبقى عارفين انت مين من اهلك بقى دايما بيبقى حريص ان هو يشجعك، يكون موجود معاكي، يسافر معاكي، يعني خلينا نعرف اكتر عنك، عن اهلك، اكيد اتفرجوا علينا دلوقتي برضه. هو اكيد ماما معايا على طول في المعسكر وفي السفر، تقريبا ملازماني معظم الوقت، غير بقى لما بيكون في امتحانات او حضور في الكليه بيتزامن مع التمرينات، فبابا برضو بيوصلني من المعسكر للكليه ومن الكليه للمعسكر، فبيبقى جهد ووقت علينا احنا الثلاثه، غير طبعا تشجيع بقى اخواتي وصحابي، ويعني مستنيين مني الدعم كله موجود، يعني عندك دعم كامل، دي نقطه مهمه جدا. فرحانين بيكي بقى لما بتجيبي ميداليات؟ بيبقوا فرحانين بيكي طبعا صح؟ ايوه بالظبط، يعني اصلا صحابي اللي هو يقولوا ايه البوتشه دي، واقعد بقى اشرح لهم، يقولوا ايه ده جبتي دهب، فبيبقى حاجه بتبسطني قوي. طبعا طبعا. محمد حضرتك كنت بتوصف من شويه حاله صفاء بانها حاله صعبه، لكن الحقيقه صفاء شخصيه اثبتت ان جميله شخصيتك كده برضه طبعا حقيقي، يعني لما بنقول كلمه بطله لا هي مجامله ولا هي مبالغه، هي كلمه في محلها تماما. يعني صفاء من مواقف، كنت انا في الفندق، احنا معسكرين من 1/3 في صاله حسن مصطفى اللي هتقام فيها البطوله، ودي برضه حاجه كويسه جدا علشان خاطر الاولاد ياخدوا على اجواء الصاله طبعاً. وياخدوا على اجواء الملعب، وحافظين حاجات كتير في الصاله يعني. فاعدي مثلا الساعه 11 الاقي صفاء بره الاوضه وبتذاكر. يا صفاء بذاكر بعد التمرين، عندي امتحان بكره ولازم. فطبعا انا بصراحه ببقى مستعجب، لان انا عامل تكثيف جامد جدا للتدريب، يعني تخيل حضرتك انا عامل لهم مثلا محاضرات نظري من الساعه 10:30 الواحدة، ده تحليل المباريات ونظري في القانون، عشان اهم حاجه يبقى عارف القانون كويس عشان ما يخطاش، لان اللعبه هي بسيطه بس ابسط الامور، لو احنا مثلا الخطوط بتاعه الملعب نفسها اي اداه جت عليها اتحسبت ضربه جزاء على اللاعب واتسحبت الكوره بتاعته، ففي قوانين كتيره واخطاء كتيره ممكن يقع فيها اللاعب، زائد محتاجين سرعه لان كل لاعب ملتزم بتايم معين لازم يكون الكور بتاعته كلها خلصت. فالتدريب صعب وتقيل عليهم، يعني بمرن النظري وبعد كده اديهم عملي من 1 لـ 3، يا دوبك يطلع يتغدى وبعد كده ينزل كامل. وبعد كده تمرين تاني من 7 لـ 9:30 بالليل. طب دكتور محمد برضو ادينا فكره عن بقيه المنتخب عندنا، يعني غير صفاء مين تاني عندنا ككوادر؟ يعني هل في اعمار مختلفه، مهن مختلفه، منهم اللي بيشتغل او بيدرس برضو؟ طبعا. المستويات برضو خلينا نتكلم، ده مهم نتطرق ليها، المستويات الماديه، لان ممكن تلاقي ناس غير مقتدره ماديا فهي عايشه من بس مشاركتها ومن الرياضه، خلينا نعرف عن يعني اشرح لنا كده بالصور يا ريت. ده الاستاذ محمود نبوي، ده من المنوفيه وشغال في مدرسه في المنوفيه، وعنده حوالي 45 سنه، وراجل بسم الله ما شاء الله داخل اللعبه يعني معانا في بطولتين فاتوا واثبت وجوده، وده في الطبيه بي سي 4. هايل. مين تاني معانا؟ دي هناء برضو، دي من المنوفيه برضو، وكوادر جديده جت عندنا دخلت برضو البطوله معايا، بقى لها دخلت بطولتين معايا وحققت فيهم مراكز متقدمه،
ودخلت معاه المنتخب ودي برضو فيت بسيفور. هي دي بتبقى اعاقات يعني ممكن من الولاده ولا ممكن تكون جايه من حادث او حاجه؟ على حسب نوع الاعاقه، بس الحالات دي بتبقى حاله بعد كده يعني لاحق. بس اهم حاجه ان مقياس العضلات بتاعهم بيوصل لاقل من 4، يعني لازم يكون 3، يعني العضلات مقياسها من 1 لـ5. اللي بيقدر يرفع ايده لحد هنا كده بيبقى كده مستواه 3، لو رفع ايده اكتر يبقى كده عدى الـ4 في قوه في العضلات. كويس. فده نبيل مثلا، نبيل عويس ملقب بساحر البوتشا، شارك معانا في بطولات جنوب افريقيا وبولندا وايطاليا، ولعيب مخضرم يعني في البوتشا، وان شاء الله نتوقع له ان شاء الله. كم سنه وشكله كبير شويه؟ نبيل 49 سنه ما شاء الله، يعني الاعمار الايدج الايدج مفتوحه عندنا يعني. دي الدكتوره تسنيم ما شاء الله قمر برضو. دكتوره تسنيم دي لعيبه برضو احدث حد دخل معانا في المنتخب. دي شديده الاعاقه، الثلاث اطراف عندها، الاربع اطراف طبعا فيهم تاثير، بس في ثلاثه تاثير شديد جدا. ايد واحده هي اللي شغاله شويه اللي بترمي بيها، وكلاس بي سي 1. ودي دكتوره تحاليل ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ذكيه جدا، بتستوعب المعلومات اللي احنا بنقولها، بتنفذ المطلوب منها، فتعتبر الاعاقه ولاده ولا ولاده شلل دماغ. شلل دماغ، ربنا يشفيهم جميعا يا رب. احمد ممدوح ده معانا برضو، ده كان طالب في كليه هندسه. بس ما شاء الله انت سامع طب هندسه أنا مش بس ادرس الحان في التفصيل ده يعني بسم الله ما شاء الله، تفوق رياضي وتفوق اكاديمي ودراسي، حاجه عظيمه جدا حقيقي يعني. ده كان يعني كان في رابعه كليه وكان من الاوائل على الدفعه، بعد كده حصل له زي مشكله كده، المخ ابتدى يفرز ماده نحاسيه بتاكل في الدماغ، فعملت له ضمور شامل في العضله. ده بتحصل للواحد في كم تخلي. سبحان الله. مين تاني؟ مين عندنا تاني يا جماعه؟ لو في صور، هو دي الصور اللي معانا، لو حضرتك حابب يعني احنا قدامنا دقيقتين تقريبا، لو حابب تتكلم عن في معانا برضو عبد الرحمن، ده كلاس بي سي 3 زي صفاء، ده كان بطل برضو في افريقيا اللي فاتت، جاب ذهب وربنا كرمه، سافر البرازيل، شارك في بطوله البرازيل وربنا يكرمه ان شاء الله في البطوله دي برضو ويحقق مركز كويس. معانا برضو سمير عبد المعز. عبد الرحمن ده في الثالثه تجاره. عندنا سمير عبد المعز ده موظف في وزاره الشباب والرياضه. حلو. وبرده ده ضمور شامل في العضلات، مفيش اي حاجه خالص بيقدر يعملها، ده برده كلاس بي سي 3 وكان معانا برده في افريقيا، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في البطوله اللي جايه. هو دكتور محمد اللي يعني اللي بيراعي ابطالنا وهم مسافرين وكده بيبقوا اهاليهم، ولا حضرتك الاتحاد بيبقى موفر لهم ناس تساعد يعني لو في ضمور كامل او شلل كامل يعني؟ الجهاز الفني اللي معايا بالفعل، احنا هو فضل انا ومعايا 4 تانيين وفي اداري، الاربعه التانيين دول بنتين وولدين. اوكي. الدكتوره صفو عبد الحق والدكتوره ايه علاء الدين، دول مخصصين للبنات، ومعايا الدكتور مصطفى محمود ودكتور احمد صلاح، دول برضو مخصصين للصبيان. طبعا العدد 10 مثلا واحنا في معسكر بتبقى الموضوع كبير جدا، ففي بعض الاهالي بتيجي تساعدنا واحنا في مصر، لكن بره مصر الموضوع كله بيبقى علينا احنا. كل التحيه الحقيقه والتقدير لكل الاجهزه الفنيه والاداريه ولحضرتك ولكل اللعيبه، سواء اللي شفنا صورهم او اللي ما كانش معانا صور ليهم، الكل يستحق كل التحيه والتقدير الحقيقه، يعني حضراتكم بتعملوا حاجه محترمه جدا جدا جدا. نورتونا صفاء، هستناكي تبقي زميله ان شاء الله. انت عندك حلم وحققيه، مفيش حاجه خالص يعني، مش انا اللي هقول لك الكلام ده، الكلام ده انت اللي هتعلميه لنا، بس دايما اللي عنده حلم ما خليش حاجه توقفه، اللي عنده حلم مفيش حاجه توقفه. واكبر امثله قلنا لحضراتكم قبل كده، لما حد بيكون عنده يعني بعض المشاكل هنقول اللي هي مش بايده خلاص، يعني بنقول الحمد لله على كل شيء، لكن ده ما بيوقفكش، لان اكيد ربنا في الاول وفي الاخر مش بيبقى خالق حاجه او حد عايز ان هو يبقى اداله حياه عشان حياته تبقى واقفه، ابدا، لازم بيبقى في كده مقياس للصبر، مقياس للاراده. واكبر مثال زي ما حضراتكم شايفين طبعا صفاء بطلتنا الكبيره، اللي دول اللي احنا دايما بنتكلم وبنقول هم اللي بيسافروا يرفعوا اسم مصر في المحافل الدوليه. أمين. يعني دي حاجه كبيره قوي ان انا ارفع اسم بلدي في محافل دوليه. بالتوفيق يا صفاء في اللي جاي، وان شاء الله تشرفونا في البارالمبياد في باريس. ان شاء الله. نورتنا يا دكتور محمد ونورت الدنيا كلها يا صفاء، مش بس البرنامج، نورتي منطقه 6 اكتوبر. ايوه. نشكركم على وجودكم معانا النهارده، نورتونا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، اتفضل.
عودة من جديد لحلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. في الفقرة دي هنفتح ملفين مهمين جدا، نهائي دوري أبطال إفريقيا وكمان نهائي دوري أبطال أوروبا. هنتكلم في تفاصيل الاثنين نهائي دول مع ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا طبعا الناقد الرياضي الاستاذ محمد مصطفى. يا صباح الخيرات واهلا بيك معنا في 10 الصبح. صباح الفل يا استاذ كريم، وصباح الفل يا استاذ الهوان، بقصد دايما معاكم وان شاء الله يكون وشنا حلو على النادي الاهلي يا رب. والله احنا ان شاء الله نتمنى. بص بقى، مش هنقعد نسال الاسئله التقليديه. شفت المباراه اللي فاتت ايه، شفت اللي جاي ايه، يعني خلينا نخش على طول ونخش في الموضوع بمنتهى الشفافيه. فرصتنا كانت ممكن تكون افضل لو احنا ما اتكلمناش ان حصل جول للوداد طبعا على ارضنا. حاليا احنا 50-50، خلينا نقول برضو الموضوع لسه صعب، الموضوع مش هنعول على النتيجه على اي اخطاء، رغم ان في، بس مش هنعلق على الشماعه لان احنا ما عندناش هذه النقطه ابدا. ما نقعدش نتكلم عن اصل واصل واصل، خلاص اللي حصل حصل. انا اعتقد ولو تتفق معايا في هذه النقطه ان الاهلي بهذه النتيجه هيعمل افضل ما عنده في ان شاء الله في الاياب، افضل ما كان حتى كسب 2-0. خلينا نبدا من النقطه دي، استعدادات الاهلي وجهه نظرك، وحتى لو احنا رجعنا شويه بالتاريخ للبطولات الاياب اللي فاز فيها الاهلي على ارض المنافس. تمام. انا اخد من اخر جمله انت قلتيها، نرجع لمباريات النادي الاهلي قبل كده في التاريخ. النادي الاهلي في 2006 قصاد صفاقس التونسي، المباراه كانت هنا، كنت حاضرها هنا 2006 في القاهره، تعادلنا 1-1 والنادي الاهلي كسب 1-0 هناك. 2012 قصاد الترجي التونسي، النادي الاهلي اتعادل هنا في برج العرب 1-1 وكسب هناك جول اللي هو وليد سليمان والسيد حمدي. على العكس لما الاهلي تعادل بره مع النجم الساحلي مثلا 2007 خسر هنا 3-1، ولما كسب على الترجي 3-1 نتيجه كويسه خسر هناك 3-0. يعني خسر احنا احلى بره ملعبنا. لا هي مش الفكره في كده، يعني المباراه الاولى لا تحسب. المباريات النهائيه هي شوطين. انا ما ينفعش باي حال من الاحوال، ما حدش يعني ما حصلتش في تاريخ الا قليل قوي ان مباراه ذهاب تحسم نهائي من قبل مباراه الاياب. هات لي كده في التاريخ، مفيش، ما حصلش. ليه بقى؟ لانه مباريات النهائيه انت بتتكلم في اقوى فريقين في القاره طبعا. ولما اقول لك ان اقوى فريقين في القاره دول السنه دي، دول اتقابلوا كمان السنه اللي فاتت في نهائي دوري ابطال افريقيا طبعا. اخر 4 سنين او 5 سنين الوداد موجود 3 مرات فاينل والاهلي موجود 5 مرات، فاحنا بنتكلم في اقوى فريقين في افريقيا خلال الخمس سنوات اللي فاتوا مع صن داونز. وبالتالي هدف الصفاقسي اللي كنت بتتكلم عليه بالظبط، طبعا كان جول تاريخي وكان يعني من احلى الاجوان في تاريخ النادي الاهلي في النهائيات الافريقيه بالظبط. فده برده كان نهائي القطن الكاميروني بالمناسبه. الاهلي كان كسب هنا الاهلي كان كسب 2-0 وتعادل هناك 2-2، فما فيش مباراه نهائيه تحسم من شوط واحد، مهما كانت النتيجة لصالحك أو غيره لا تحسم بالظبط. وانت كسبت هنا 3-1 قصاد الترجي وخسرت اللقب في النهاية، وتعادلت بره 0-0 وخسرت اللقب هنا في النهاية، ففي النهاية مفيش مقياس. النقطة الثانية بقى المهمة جدا، والحقيقة انه سعدت جدا انه بدأ النادي الأهلي نتعلم شوية من الأخطاء اللي فاتت. يعني النهاردة الكلام على انه احنا مش هنقدم شكوى في الحكم الليبي في حكم المباراة. بلاش نتكلم على بندك تسيما ومباراة دي اخر مباراه لي بالظبط، دي اخر مباراه لي، يعني زي ما بيتقال كده كان على السوشيال بيقول لك الراجل ما عندوش حاجه يخسرها بالظبط. حكم وحش حكم حلو، خلاص دي اخر مباراه لي وبعد كده اعتزال، فيعني ربنا يستر. هو كان وش وحش معانا في الاثنين فاينل مع الوداد كان موجود حكم رابع بس لا ان شاء الله الامور هتبقى مختلفه، لان احنا دايما في اي مباراه بيكون قبلها كلام على التحكيم، كلام على المدرجات واي ازمات بتحصل. الترجي عمل ازمه هنا مثلا قبل ما يجي، وانه لا انا ازاي العقوبات دي تبقى عليا، في نهايه خرج اللعيبه بره تركيزها. السنه اللي فاتت رغم الظلم ان احنا بنلعب مباراه واحده، ولكن كان خطا عندنا من اتحاد الكره، احنا بنلعب مباراه واحده هناك النادي الاهلي قصاد الوداد، ولكن اتخذنا شويه في قصه الجمهور وقصه الحصه بتاعتي في الملعب وبتاع شتت اللعيبه. اي كلام دايما حوالين التحكيم وحوالين المدرج وحوالين اي حاجه بره ال 11 لعيب وبره النصتين الاخضر، فمعنى كده ان انت بتشتت تركيزك. فانبسطت جدا النادي الاهلي، لا مش هنشكل الحكم، لا مش هنتكلم عن بملكة سيما، خلاص اللي قاله كولر قاله في المؤتمر الصحفي ان هو امر مقلق تعيين بملكة سيما للمباراه، ولكن
احنا خلاص من دلوقتي هنركز مش هنتكلم، احنا بنتكلم في 11 راجل في الملعب يقدروا ياخدوا بطوله افريقيا، والاهلي قادر على ده. انه انت لسه بتقول لحضرتك ان الماتش العوده او ماتش الاياب النسبه فيه تقريبا 50-50 طبعا، والحقيقه مش هي لوحدها، ده ناس كتير جدا شايفين كده. انت من ضمن الناس دول ولا انت في دماغك نسبه مختلفه شويه في ضوء اللي شفته في ماتش الذهاب؟ لا خالص، 50-50 اهم حاجه ان انت ما تخرجش بره تركيزك وبره الملعب. لو اتسحبت لاي مشكلات بره الملعب تاكد ان النسبه بتاع الوداد هتزيد اكتر. كل ما انا تركيزي في الملعب 11 لاعب في الملعب بس بلعب على اللي قدامي، هتقدر ان انت ممكن تحسم اللقب من هناك. وانا شايف انه ظلم قوي ان احنا عمالين نقص شويه على الفرقه، انه 2-1 نتيجه مش حلوه قوي، وكان احساس ان الفرقه خسرانه هنا في القاهره او ان الفرقه متعادله هنا في القاهره. لا، انت كسبان هنا. النتيجه مش مريحه، بس زي ما قلنا ده ماتش نهائي، ماتش نهائي ما بيخلصش بالسكور. وعايز اقول لك ان الوداد المغربي على ملعبه ما سجلش اهداف كتير. الوداد المغربي في دور المجموعات كسب بيترو اتليك 1-0، كسب فيتا كلاب 1-0، شبيبه القبائل ده كان وضع مختلف يعني. سيمبا التنزاني في دور الثمانيه خسر بره 1 وكسب على ملعب 1 وكسب بلينات. ماتش سان داونز كان بيلعب 9 لعيبه في اخر 5 دقائق، المباراه خلصت 0-0، ومباراه الاياب استطاع الوداد انه يتعادل 2-2 بجول الثاني كان اون جول. فبالتالي نادي الوداد هو نسخه قويه، ما اقدرش انكر ان نسخه الوداد نسخه قويه ونسخه محترمه جدا، وتتابع ليه وتسلسل للفرقه في خلال 5 سنوات الاخيره والحفاظ على بعض العناصر اللي ساهمت ان برضه في قوام الفريق يفضل موجود. ولكن الوداد دفاعيا قوي، ولكن انا هجوميا مش شايفه اقوى حاجه. الوداد على ملعبه بيسجل في دور المجموعات 5 اهداف، منهم مثلا في ماتش 1 3 اجوال. هي نسبه الاستحواذ والسيطره كمان مش اعلى، لو انت قارنت الاهلي بالولاد هتلاقي النسبه اعلى بكتير. الشوط الاول وصل نسبه الاستحواذ وصلت مع النادي الاهلي 82%، مع نهايه المباراه كنا بنتكلم حوالي 70%. فانت بتتكلم في نسبه كبيره جدا هي استحواذ النادي الاهلي على الوداد، ولكن ده كان منطقي. فرقه الوداد كانت بتلعب على المرتده. واكون واضح واكون صريح، الوداد برضو اضاع فرص هنا. يعني الانفراد اللي صده مصطفى شبير، الكوره اللي في القايم مع كوره الهدف، لا كانوا بيشكلوا خطوره وعاملين مشاكل. والراجل كان بيلعب لعب برضه بيقدر انه يروح بالمرتده، بتشوف يحيى عطيه الله، بتشوف عملودي الباك رايت اللي عمل كوره الجول، عندهم لعيبه سرعات وعندهم لعيبه كويسه. فاجب ان احنا نقدر ونحترم المنافسين، وعشان برضه المنافس لازم يحترمنا، ان احنا النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا ونادي القرن في افريقيا. صح، كلام محترم جدا. طب لو كلمنا شويه، لان النقطه دي انا وكريم برضو ناقشناها اكتر من مره، فكره هنا الاستعداد الفني والبدني والتركيز والاستعداد النفسي اللي عند اللعيبه، كلام على الاهلي تحديدا. لو انت جيت دلوقتي قيمته لنا وقارناه شويه بمثلا الموسم اللي فات، انت بتشوف ازاي عشان برضو الواحد يبقى مش هقول متاكد، بقول مطمن؟ لا طبعا السنه دي الامور افضل بكتير. لانه النادي الاهلي محليا مستريح، مش حاسس بضغط كبير، ما عندوش مؤجلات كتير. النادي الاهلي 5 مباريات ويتوج رسميا بالدوري الغايب عن خزائنه من سنتين، فبالتالي ده مريح الفرقه شويه. نمره 2، مارسيل كولر بادئ مع الفرقه من بدايه الموسم والاداء تصاعدي من بعد مباراه سان داونز اللي هناك. مستوى النادي الاهلي حصل فيه تدرج وصعود غير طبيعي. صح، النادي الاهلي خلال من بعد مباراه سان داونز لم يتلقى سوى هدفين، الهدف بتاع الوداد هنا وهدف ماتش بيراميدز في الكاس. بتكلم في 12 مباراه هدفين بس بيستقبلهم النادي الاهلي. اللعيبه حتى حاسين ان هو افضل بكتير وفي ثبات فيه، وكمان في روتيشن شغال عليه مارسيل كولر. احنا بنتكلم حسين الشحات موجود، عبد القادر بنتكلم برده، حسين الشحات ممكن يلعب ناحيه اليمين مكان بيرستاو، شريف بياخد شويه مع كهربا، كمان الثلاثي ويعني والنادي الاهلي وجد ضليته، وكولر وجد ضليته في مروان عطيه. مروان عطيه حول طريقه لعب النادي الاهلي 4-3-3، كانت محتاجه لاعب زي مروان عطيه يقدر ان هو لعيب قوي، بيقدر يطلع بالكوره، بيقدر ان هو يغطي على الاجناب، عنده ميس باس قليل. كل دي مميزات عند مروان عطيه وجدها مارسيل كولر فيه، وادى حريه اكتر لحمدي فتحي. حمدي فتحي بالنسبه لي هو فكه الفرقه. يعني حمدي فتحي كان لما كان بيلعب زمان في دمنهور مع كابتن محمد عمر كان بيلعب بلاي ميكر رقم 10، وبعد كده من انبي للنادي الاهلي جه كان بيلعب ديفندر. موسيماني لعبه كلاعب سيرت باك تالت ورا كاليبرو سويبر ورا الاثنين المساكين، ثم النهارده مارسيل كولر بيلعبه كلاعب رقم 8 وبيزيد لل 18 الكره الطويله اللي احنا بنشوفها، وتكتيك حلو جدا عامله مارسيل كولر زي الكره اللي جابها حمدي فتحي في ماتش بيراميدز، الكره الطويله وكره مكرره في اكتر من مباراه بنفس الشكل. كره الهدف الثاني في مباراه الوداد بنفس الشكل، الكره لمحمد هاني طويله من ورا المدافعين قطع عليها حسين الشحات. فلا بالعكس، انا شايف انه في استقرار في الفريق من ناحيه القوام، من ناحيه الروتيشن، من ناحيه الافكار بتاعه اللعيبه وقناعتهم بمارسيل كولر. بالظبط، من ناحيه الجهاز. يعني ايه سر ان بيبقى فيه لعيبه بيتالقوا بشكل استثنائي
في بطولة افريقيا بصفة خاصة حد زي حسين الشحات، يعني حسين الشحات كده كده هو لعيب جامد جدا في كل الاحوال، هو لاعب مميز بطبيعة الحال، لكن حسين الشحات في دوري او في كاس او ايا كانت البطولة وضع مشرف ومرضي جدا طبعا، لكن في دوري ابطال افريقيا لا بيتحول بيحصل طفرة مش كده يعني، ولا صحيح. انا بس اللي واخد بالي من كده؟ لا لا صحيح، في لعيبه بتحب الماتشات الكبيره، الماتشات اللي فيها جمهور، الماتشات اللي فيها احداث، في سخونه تلاقيه هو دايما على طول بيحفز الجمهور يلا شجعه، عايز دايما يجري متضايق وهو خارج من الملعب، ومن لحظه التبديل بتاعه وغضبان قوي من الهدف بالظبط، غضبان من الهدف، وان احنا كنا كسبانين 2 ليه نستقبل هدف، احنا عايزين نزود ونجيب الثالث، والوضع كان قريب وكان مريح، فلا كان خارج متضايق جدا. نوعيه لعيبه حسين الشحات بيحبوا الاجواء دي، بيحبوا الاحداث دي، بيحبوا الحاجه اللي فيها تقدر تقول تنافس وروح وتحدي. يعني هو من اللعيبه، محمد هاني بيحب ده، محمد هاني دايما تلاقيه بيتالق قصاد ريال مدريد، قصاد بايرن ميونخ، في ماتش سان داونز تلاقيه دايما لعيب راجل قوي، لعيب راجل جدا طول عمره، طول عمره لعيب راجل، وشفته بعد كره يحيى عطيه مطمئن وجوده، مطمئن يعني طبعا ما عندكش شك في ان في حاجه هتعدي منه، لا طبعا. محمد هاني ما شاء الله عليه، والعوده بتاعته انه محمد هاني بعد سنتين اكرم توفيق فيهم بقى اللاعب الاساسي برغم انه مش باك رايت، بعيد عن المنتخب دايما في انتقادات لمحمد هاني، فكره انك ترجع بعد الانتقادات وتثبت ذاتك وتصل لكابتن فريق النادي الاهلي والناس تبقى مقتنعه بيك ومطمنه في وجودك وان انت تشيل الجبهه اليمين بتاع النادي الاهلي، وبالعكس هم عايزينك تكون موجود دايما في الملعب، دي نقله مهمه جدا لازم تدرس. زي نقله، يعني هضرب لك مثل بحكم النهارده بنزيما خلاص وقع الاتحاد جده 3 سنوات. شفت انت الموضوع ده؟ لا ما انت قبل ما تدي مثل قول لنا رايك في الموضوع ايه اصلا. طب اقول لك مثل طيب. لانه بنزيما هي يعني عنده قصة تدرس، فكرة ان بنزيما لاعب بينتقد وجماهير ريال مدريد كلها شايفة انه لو كسب كرة ذهبية ضيعها، ده لاعب ظل رونالدو، ده لاعب مش مؤثر في الفريق، وبرغم كده بيشتغل. تكلم في 14 سنة بنزيما مع ريال مدريد، هو تاني الهداف تاريخي لريال مدريد، بتكلم في صاحب الكرة الذهبية بعد انتقادات طويلة بعد ما ظهرت ليه صورة سنة 2014 وهو بيسقف لرونالدو وكروس ورودريجز، فكرة يعني يرجع. كان طالع باك جراوند وبيسقف له فرحان بكريستيانو، واحنا عارفين علاقته حلوة بيه وبيحبه جدا يعني، وبعد كده هو اللي حصل عليها، دي قصة نجاح بالظبط يعني. وده اللي ربطته بمحمد هاني، الفكرة ان محمد هاني من انتقادات بيعود، دي الحاجات دي يجب ان تدرس، لازم المعد النفسي يشتغل مع اللعيبة، الكوتش والمدرب المساعد يشتغلوا مع اللعيبة، يكلمهم عن حالات حصلت قبل كده، ازاي ان انت تخرج من ازماتك النفسيه او تخرج من المشكلات اللي ممكن تواجهك وترجع مره ثانيه. فكرك ممكن يبقى هو هداف الدوري السعودي النسخه اللي جايه ان شاء الله كريم؟ جداً. ممكن جدا، ممكن جدا. وبنزيما انا شايفه واحد يعني ان لم يكن افضل من ميسي ورونالدو عنده اكتر يقدر يديه، عنده يعني طموح حلو، انا بحب الطموح بتاعه، عنده اصرار، من اللعيبه اللي هي عايزه تبقى حاجه كبيره بالزبط. وبيشتغل على نفسه مش بيستنى يعني بالصدفه، صحيح. لا هي صفقه قويه جدا فعلا. وكمان الصفقات اللي لسه هيعقدها الدوري السعودي بعد ما صندوق الاستثمار السعودي استحوذ على 75% من الاربع فرق الكبيره، ده انت هتسمع ارقام كفايه كفايه ارقام انت عندك بنطرطش مليارات واحنا قاعدين في وش المشاهدين، دي حاجه مش حلوه على الصبح كده. انت عندك كانتي وعندك مودريتش وعندك في كلام على مودريتش، ليفاندوفسكي رفض بس بيحاولوا يقنعوه، انيستا برضه بيتكلموا معاه، في بوسكيتس بنتكلم في لعيبه كتير جدا. ده اوروبا فاضيه الفتره الجايه طبعا طبعا، كله هيبقى في السعوديه عايزه تنقل على الرايق بقى، مفيش زحمه بقى ودوشه، مش هصبح الايفار فرع باريس. هم عايزين يعملوا تجربه انه انا عندي في كل فرقه نجم وحواليه نجوم تانيين، يعني عندي رونالدو في النصر، عندي ميسي في الهلال، عندي بنزيما في الاتحاد، وهيبداوا يجيبوا لعيبه كمان برضه. كريم كوجك في اي حاجه مثلا يعني. السرد باك على مزاجك وهشرفك نلعب جنب بعض، وخلي بالك و 2000 دولار هعمل لك شغل مش هكلفهم زي بقيه الناس دول. نلعب سرد باكين مع بعض بس يعني ما نضمنش البقاء في الدوري السعودي. كنا بنتكلم برضه انا والهواد من كام يوم، مش فاكر كان مين الضيف اللي معانا وقتها، بس كنا بنتكلم في فكره يعني القدرة الشرائية لما تكون متوفرة وبتساعدك على جلب نجوم العالم عشان تطعم بيهم وتدعم بيهم وتروج بيهم إنجاز التعبير الدوري بتاعك، هل ده صح ولا إن أنا أستغل الأموال دي في أجيال جديدة من اللعيبة الوطنية المحلية، أطلع منهم ميسي جديد وأطلع منهم ليفاندوفسكي جديد إلى آخره، الفكر ده بتشوفه إزاي؟ بص هو الموضوع متشعب شوية فخلينا نمسكه نقطة نقطة.
قطر لما قالت ان هي هتاخد كاس العالم وكسبت استضافه كاس العالم 2022 عملت نفس التجربه بس على اضيق شويه، جابوا باتيستوتا وايفنبرج وبداوا يشتغلوا على الملاعب والبنيه التحتيه بتاعتهم. شويه السعوديه بحكم ان هي عايزه تخش في كاس العالم 2030 وفي كلام على ان احنا ممكن نخش معاهم شراكه مع اليونان، السعوديه هي هتكون الاساس في كاس العالم 2030، فبيبداوا ان هم هيروجوا لده. النهارده لما بيجيب لعيبه نفس فكره قطر، ان انا بجيب لعيبه كبيره لعيبه عالميه علشان ابدا الفت الانظار الي واقوي الملف بتاعي ان انا عندي نجوم عالميين بيلعبوا على الملاعب بتاعتي. فهي نظره تسويقيه ونظره دوله ناحيه استضافه كاس العالم. فكره بقى جلب النجوم نفسهم، طب انت النجوم دول كلهم مش هيفيدوا المنتخب السعودي في حاجه بالظبط. وانا ما اقول لك على حاجه، الدوري السعودي هو دوري قوي جدا على فكره قبل ما يكون حتى يجي النجوم طبعاً. وعندهم ملاعب وعندهم جمهور وعندهم بنيه طبعاً. تحتيه كويسه وعندهم تصوير بس فعلا النقطه اللي كريم بيقولها كمنتخب انت مش هتعرف بالزبط. تستفيد بالصفقات الملياريه دي يعني. بالظبط مش هتستفاد. وبرغم الدوري السعودي هو دوري قوي من قبل ما حتى ما يجيبوا الصفقات، ما فيش لعيبه سعوديين طلعوا بره يعني، عملوا بحاجه تبع برنامج الابتعاث وبداوا ان هم يرسلوا لعيبه في اوروبا بس مش حد فيهم نجح، مفيش حد فيهم. تفتكر هيجنسوا بقى اللعيبه دي مثلا ويخشوا المنتخب؟ اللعيب لا، اللعيبه الكبار ما ينفعش خلاص، هو ممكن بقى تجيب لعيبه صغيره. اللعيبه الحاليه ممكن يعني تفتكر ده يبقى حلم؟ ما اعتقدش ان ده طلع اشاعه الفتره اللي فاتت قال لك كريستيانو هيتجنس لما لقوا كان وطى لما سجد بعد الجول والجلابيات اللي عمال يلبسها. طبعا اي كلام، الكلام ده طبعا عمره ما هيحصل. هو حتى لو قعدوا يقولوا كده يعني، حتى لو خد جنسيه صرفيه او جنسيه السعوديه ايا كان يعني، هو في النهايه مش هيلعب مع المنتخب السعودي يعني، لو هيحتمنا ده طبعا. فممكن يكون بيتكلموا على لعيبه صغيرين ولا حاجه، بس اللعيبه الكبار لا، الامر منتهي. ولكن هو كل الصفقات اللي معمول ضمنها انه الترويج لكاس العالم 2030. كمان الاغراءات اللي بتقدم للعيبه هي مش مجرد ارقام، مش مجرد فلوس. النهارده بيتكلموا مع بنزيما ان احنا هنعمل لك اسامي مدارس باسمك، مدارس باسمك في السعوديه. فكره ان انا بخلد لاعب، بخلي لاعب عرض لا يرفض بصراحه بالظبط يعني. الناحيه الماديه، الناحيه الجماهيريه، كمان اللعيبه بدات تجرأ بعض، ده ميسي في الهلال، ده رونالدو في النصر، ده بنزيما في الاتحاد، ايه ده؟ طب ما يلا يعني نروح. انت بتتكلم في عرض سخي، عرض قوي، بتتكلم 2030، بتتكلم في ان دوري عنده امكانيات وعنده بنيه تحتيه قويه، كل ده اكيد بيقنع اللعيبه ان هم بيروحوا بره في اوروبا. الفكره انا ابتديت اقتنع ان هي قصه، لان احنا اول ما سمعنا عن موضوع كريستيانو كنت انا وكريم من زي بقيه الناس بنقول معقوله؟ طب ده هيضيف لكريستيانو بتاع. انا بعد مرور وقت شايفه ان بجد لو الجانب السعودي يعني مستفيد، لا معلش الجانب الاخر كمان مستفيد جدا طبعا. يعني هناك هيعيشوا حياه ممكن يكونوا عايشين زيها في اوروبا بس حاجه مختلفه، رفاهيه مختلفه، مستقبل مضمون 100%. هو كان مضمون يعني زي ما انت قلت، اسم بيخلد اوفرز فظيعه يعني. واي مضمون يا استاذ يعني فعلا دي من العروض اللي لا ترفض في الحياه كده، بيجي اوقات عروض لا ترفض صحيح. فده عرض اعتقد لا يرفض لاي لاعب له قيمه كبيره، شايف ان بالعكس دي حاجه مش هتقل منه زي ما البعض كان بيعتقد في الاول. فالوضع ابتدى دلوقتي يتشاف صح، لانه عرض مادي وعرض معنوي، عرض طبعًا مادي بيصل لعشر اضعاف الراتب اللي بياخده. مش عارف، كنا لسه بنقول الحلقه اللي فاتت باين ان الرقم وصل في حاله ميسي ده مين؟ ميسي 600 مليون. صحيح بالظبط، هو اصلا يعني عقده اقل من كده كتير بباريس، يكاد يصل الى العشر في باريس، هو كان رقم كبير يعني. ولكن شفت مشاركته الاخيره في اخر لقاء ليه مع باريس سان جيرمان وسفرات الاستهجان غير لائق مع اسطوره ميسي يعني، شفت اللقطات دي ازاي؟ هي علاقة ميسي مع باريس سان جيرمان ما كانتش ماشية يعني على ما يرام، بس هي الدنيا اسودت أكتر بعد رحلته الأخيرة للسعودية، واللي قالوا إن هو ما خدش إذن لا المدير الفني ولا النادي من أساسه، يعني الحكاية خدت منعطف حاد قوي بعد الواقعة دي بصفة خاصة. بص هي الواقعة دي فعلا آخر واقعة، ولكن من البداية كل الناس عولت على إنه وجود نيمار ميسي مبابي أنا كده هاخد دوري الأبطال طبعا. فحصل مباراة ريال مدريد، ميسي بيضيع ضربة جزاء قبل كمان ما السنة دي يودعه برضه على أمام بايرن ميونخ، فحصل إن الجماهير أحبطت يعني، هو ليه ميسي مش بيلعب بقوه؟ ليه مبابي وموجود جنب ميسي مش قادرين نكسب بايرن ميونخ، مش قادرين نكسب ريال مدريد؟ فده قلل شويه من طاقه وحب الجماهير الباريسيه لميسي. ثم جه كاس العالم
والصراع بقى بتاع ميسي ومبابي ده خلى الجماهير الفرنسويه كلها تميل ناحيه امبابي، وبدا كمان انه يبان جوه اوضه اللبس في باريس، واضح ان في الدنيا مش صافيه قوي ما بين ميسي ومبابي. كمان اللقطه بتاعت مارتينيز وطريقه احتفاله، وبعد كده شايل دميه عليها امبابي وميسي واقف جنبه وساكت على ده، فده كل ده ضايق الجماهير الفرنسيه ابدا. ده احنا لسه كنا بنتكلم عن العنصريه في الملاعب وغيره، لما تيجي كمان من نجوم كبار حاجه مؤسفه يعني بالزبط. عشان فاضل دقيقتين يا محمد، عايز اروح معاك برده لتصريح انشيلوتي اللي كان تقريبا من يومين ماكسيمم او من يوم، لما اتكلم عن ان التصريح كان غريب، شو قال لك؟ يجب على نجوم ريال مدريد ان يعتزلوا في ريال مدريد. تحس ان هو بيلمح يعني على بنزيما، على بنزيما اكيد. اكيد لانه هو تتفق اصلا مع الكلمه دي او التصريح ده؟ لما يكون اللاعب في عطائه وقوته زي بنزيما، انا لو انا مكان انشيلوتي هحب ان هو يعتزل في الفريق، ولكن في حاله راؤول، وراؤول كان نجم واسطوره وابن ريال مدريد اكتر كمان من بنزيما اللي جاي من فرنسا، ولكن راؤول برضو في النهايه انتقل لنادي شالكا ولعب سنتين وبعد كده عاد للفريق. يعني هو في النهايه كره القدم هي كره احترافيه، عليك ان انت في النهايه تشوف افضل العروض بالظبط. فانا حاسه انشيلوتي مش فير قوي في التصريح ده يعني. هو في النهايه بنزيما بالنسبه له مهم جدا، فلازم انا كمدرب هتمسك باللعيبه، ولكن لو بنزيما مش بالقوه وبالفت بالشكل القوي عليه خلال السنتين الاخرتين، اكيد تصريح انشيلوتي كان هيختلف وما كانش هيبقى عنده مشكله في رحيل كريم بنزيما. احنا وقتنا انتهى، يا دوب نلحق نشكرك على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. ربنا يخليك استاذ كريم، مبسوط اني معاك ومبسوط ان لا يعني قراءة بجد ممتعة يعني حقيقة محمد، والله نورتنا. ربنا يخليك، شوفك تاني قريب، وزي ما انت قلت وشك بيبقى حلو ان شاء الله، هيبان بقى كلام كتير. لا قابلنا تليفون يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. يعني لو حصل وكان وشنا حلو هتلاقينا انا وكريم بنكلمك ان شاء الله. شكرا جدا يا محمد، نشكر حضراتكم كمان اكيد على متابعتنا، نشوفكم ان شاء الله بكره حلقة جديدة 10 الصبح في العالم. مع السلامة.